دارين، هو ده اسمي. لما اتولدت سموني على اسم خالتي، أصلي كنت شبهها قوي في كل حاجة بصراحة. من أول ما فتحت عيني على الدنيا والكل شايفني مختلفة، حاجة تانية، كنت في عينهم غير أي طفلة. أنا أصلاً غير أي بنت، أنا دارين. ويش عويش؟ إيه اتمنيتي إيه يا دارين؟ إني أتجوز يا دارين. ده لازم يبقى ملك أو أمير على الأقل. وفعلاً كبرت على كده، كبرت على إني برنسس. كلهم كانوا بيقولوا لي كده، أنتي الأميرة بتاعتنا. من وقتها وأنا قررت إن فعلاً يوم ما أتجوز لازم اللي أتجوزه يكون حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي، وعنده استعداد يهد الدنيا ويبنيها على شيء. أكيد لازم يعمل كده عشان أنا دارين. وفعلاً العرسان بقوا بالطوابير. يعني هو كويس بس تخين شوية، يعني بصراحة مش عاجبني خالص. يعني هو لطيف بس يا بابي ما خدتش بالك من سنانه؟ سنانه؟ مخسلهاش؟ أكيد ما ينفعش أتجوز واحد ما بيغسلش سنانه. يعني هو كويس قوي بس مامته وأخته لا صعبين قوي صراحة. يعني I don't like him. بس فضلت دي أمنيتي كل سنة، وكل سنة أدق بابي عرسان كلهم بيترفضوا، لأني لسه ما لقيتش اللي يستاهل. ما لقيتش الراجل اللي أحس معاه الحالة اللي أنا عايزة أعيشها عمري كله. بس اليوم ده تحديدا ابتديت أخاف. فجأة مرحلة العشرينات خلصت، إمتى وإزاي معرفش. النهاردة أنا تميت 30 سنة. تحفه لازم اصورها لك. طب ورحمه ابويا وامي يا دوت، اذا نزلتي حاجه على فيسبوك ولا انستغرام؟ والله ما انزل حاجه في حته يا بنتي، هصورها لك انت. انا فاكره العربيه اتقلبت، فاكره. يلا طب اقفلي اصورها. انا هنزل حاجه. سوري معلش انا اسف، خليني اساعدك. انت بتاع الكلب؟ انا صاحب الكلب ده. انت بتاع الكلب؟ طب خليني اساعدك بس. اوعى. انا مش هسيبك، والله العظيم ثلاثة ما هسيبك، انا هوريك انا عامل ايه. اوعى من قدامي، انا هعرف اخد حقي كويس قوي. I'm sorry. يا رامي حبيبي، احنا مش اتفقنا ما تجريش ولا اي حد بيجري؟ قلت لك كده؟ بعدين ما لقيتش الا الصاروخ دي بتخوفها. دي جامده قوي. والله ما هخليك تشوف صوفيا لمده اسبوعين، وخلي اللويو بقى ياخدها منك. بص لي هنا. برينج. انا مش هسكت، لا يمكن اسكت على اللي حصل، لا يمكن. لا بس انا بقول بالعقل كده بلاش نعمل محضر. طالما الكلب ما مسكيش نستنى بقى لما ياكلني، صح؟ لا 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 يا حبيب بابا، بعد الشر. بكره الصبح هطلع الاداره هقدم فيه شكوى شديده اللهجه. صح، انا زعلانه بصراحه، بوظ لي مودي وفرحتي بالعربيه الجديده هو والوحش بتاعه ده. خلاص بقى يا حبيبتي، مفيش داعي لكل ده. طالما انت بخير خلاص، احنا كده نجمنا خفيف، واحده زي القمر زيك، أبوها قاضي وأمها وزيرة، أكيد العلم لحقاكي. أنا بصراحة خلاص تعبت من العالم ده كله. أستاذة دانيال، في حد جابه كل الورد ده؟ ورد؟ وريني كده. صباح الخير.
يا رب الورد ده يعجبك. رامي بتاع الكلب. تبقى جحتك يا اخي. اللي جاب الورد ده لسه تحت؟ لا هو جابه سلمه ومش طوال. طب يلا. من احلى وامتع اللحظات في يومي هي وانا بتفرج على رامي وهو بياكل. يعني جايه لك لحد الكومباوند بتاعك وبرضه جايه متاخر، اعمل فيكي ايه طيب؟ I'm sorry. Really؟ كان في حاجات لازم اخلصها قبل ما اجي. ايه اللي حصل؟ الحيوان اللي قلت لك عليه امبارح. ايه ده الكلب اللي هجم عليكي؟ لا الحيوان المتخلف بقى صاحب الكلب. قال بيبعت لي ورده على البيت. قال يعني ذوق وشيك وكده. ايه ده ايه ده؟ انسي انسي خالص كل اللي انت بتقوليه ده وبصي وراكي على القمر اللي جاي هناك. ده هو ده. هو ده الحيوان المتخلف صاحب الكلب اللي قلت لك عليه. تصدقي مفيش حيوان الا انتي. انا مستعده الكلب بتاعه يعضني كل يوم 60 عضه بس انتي عرفيني عليه عرفيني عليه. هو حلو ولا ايه؟ نعم يا حبيبتي. انتي مش شايفه ولا ايه ده قمر؟ يعني حلو بس يغور. شايفك وجاي علينا عامل نفسك مش خليه يجي بقى عشان يتهز. دارين لا ما تعمليش كده طبعا. اقفلي بقك. دارين. هاي. هاي. طب اعمل ايه وتسامحيني؟ اسامحك؟ هو في بيني وبينك ايه اصلا عشان اسامحك؟ لا انت اخويا ولا ابن خالتي ولا قريبي يعني. طب يا جايز مش فارقه معاكي بس انا تفرق معايا كتير. وعلى العموم يعني انا مش هبقى سخيف اكتر من كده. انت جارتي وانا غلطت في حقك وايه عشان اعتذر. ولو غيرت رايك في يوم يعني وحبيت تسامحيني يا ريت تعرفيني هبقى مبسوط. هبقى جود داي. ثانك يو. قلبي الصغير لا يحتمل. ايه ليه يطلع عليكي قد اسد يا شيخه مسحور مش كلب. مش كلب. حرام عليكي، حد زعل الموز ده؟ حد زعل القمر ده؟ حرام عليكي، والله العظيم يا بنتي انت عبيطه. فالحه بس تقولي لي ايه كل شويه في شطارتك ها؟ يا ريتني اتولدت ايام رشدي اباظه ولا عمر الشريف، فين الجنتلمان؟ ترفصي النعمه برجلك؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ اوفر ايه بقى؟ اوفر قوي. حسيتيني انه جاي يتجوزني يعني. حبيبتي الحاجات دي ما بتبتديش كده خالص، مش هيجي يقول لك على طول انا عايزه اتجوزك، اكيد. لا. على فكره ممكن يكون خاطب او متجوز او مصاحب او مطلق او اي نيله وبعدين عنده كلب وممكن يكون بيلحس ايده يا ايو عرفيني انت عليه بس مالكيش دعوه خالص روحي اتعرفي اهو عندك اهو لا هتعرفيني عليه مرمي روحي اتعرفي لا لا انت هتعرفيني عليه لحظه واحده اتفضل دودو هاي مامي ازيك يا روحي انتي لسه في الرسمه دي انا بس كنت ببص عليها والله خساره موهبتك دي انك حبساها كده ومحدش بيشوفها انتي ازاي مستحمله ده انا مش بيكاسو يعني يا ماما طب قولي لي يا دودو ايه رايك في رامي بتاع الكلب يدمك يعني بصراحه هو مؤدب محترم امور يعني شكله من ناس بس عنده كلب يا بعدين انت بتسالي ليه حاسه معجب بيكي ماما انت ما قعدتيش معاه ولا سنه هو لما يعمل كل ده وبعدين يبعت ورد تاني النهارده لا بقى ده يبقى اسمه اعجاب هو بعت ورد تاني ايوه ورد حلو قوي يا عيني ما يعرفش انك بتكرهي الورد وعلى فكره سايب الكارت ده كمان يا ريت تقبل الورد ده مني اعتذر لك رامي بتاع الكلب مش فاهمه هو عايز مني ايه بعت لها ورد تاني النهارده الصبح وبرده مفيش اي رياكشن اعمل ايه وانا مش هفضل مستني كده مش هعمل اي حاجه يعني انا
كده يا باشا تجي لغايه البيت لوحدها. طب ما اشوفها على فيسبوك. اسمها دارين البيلي. طيب دبل اي مثلا؟ لا اي اي ايوه دارين البيلي. سو احلى كده شويه يعني شويه. وانا عارف ان انا مقفر شويتين يعني، بس بصراحة مش عارف اوقف نفسي خالص. توقف نفسك عن ايه بالظبط؟ اكلمها. عن اني اقتحم حياتك. شفتي صراحه وبجاحه اكتر من كده؟ بصراحه ما شفتش، بس انت ما تعرفش تقتحم حياتي. انا اللي يدخل حياتي بيدخل حياتي بمزاجي. طب ما تسالينا مزاجك كده يعني، ايه رايك في الموضوع؟ موضوع ايه؟ انا ما فيش بيني وبينك مواضيع. بعدين انا قبلت القعد كنوع من الذوق، زي ما قبلت ارد عليك دلوقتي لنفس السبب، عشان مش عايزه اكون قللت الذوق. فده مش معناه اي حاجه. وعلى فكره لو انت بتدور على واحدة تصاحبها شوية وتقضي معاها وقت، فدي مش انا خالص. انا هقفل. باي. شوف حلوة ازاي؟ الحق رامي بتقول لك ما بحبش الورد، وانا هريها ورد كل يوم. بس بتحب ايه بقى؟ شوف كده، بتحب الحصانه؟ حصانه تاني؟ بتحب القهوه؟ بتحب ايه كمان؟ بتحب المنفي؟ فيليب وافغ برينك يا مالها جعانه على طول كده ليه؟ شكلي فيني عجبك. بصراحة أصل أنا بحبه قوي، ولو لقيته معمول وحش يعني كنت هقفل منك قوي. أنا كنت عارف إن فيلي هو اللي هيجيبك. نعم؟ لا ما أقصدش، أنا أقصد دي حني إن أنا كنت بدور على حاجات كتير عشان يعني تشجعك إنك تقابليني. كويس إنك بتحب الأكل والفيلي بالذات. قصدك أصل أنت بتكلمني في نفس اللحظة اللي أنا بسألهم عاملين إيه على الغدا، فقالوا لي سبانخ، وأنا والسبانخ يعني مش صحاب خالص. طب يا رب يعملوها كل يوم. اوفر انت شويه ولا ايه؟ لا بجد والله مبسوط قوي ان انا قاعد معاكي دلوقتي. وايه اللي يبسط في كده بقى؟ هو انت ليه كل اجاباتك غير الاجابات اللي انا متعود عليها؟ هو في اجابات معينه انا المفروض اقولها يعني انت متعود عليها من البنات اللي انت تعرفهم؟ هو انت بتاع بنات؟ يعني اكيد اعرف بنات. يعني الأول اتعرفت على رامي بتاع الكلب، ودلوقتي رامي بتاع البنات، ورامي بتاع إيه كمان؟ يعني رامي بتاع الشغل، وبتاع مسؤولية، وبتاع جواز. عرفت كم بنت قبل كده؟ يعني شكلي عايش بقالي كتير، فأكيد عرفت بنات كتير. عمرك خنت البنات اللي أنت كنت تعرفهم؟ ما هو مش معنى إن عرفت بنات كتير إن أنا حبيتهم. وانا مش معترف ان في خيانه طول ما فيش حب. يعني انت اصلا كنت بتصاحب بنات او بترتبط ببنات وانت مش ناوي اصلا تتجوزهم ولا حاجه، فانت كده بتخونهم على فكره يعني. وانت في حاجه معينه مخليكي بتدوري بس على العيوب اللي فيا؟ يعني نفسك تلاقي عيوب معينه؟ ممكن تدوري الاول الحاجات الكويسه اللي فيا وبعد كده العيوب هتظهر يعني. على فكرة عمري ما هعرف الحاجات الكويسة اللي فيك، لأن أي اتنين بيبتدوا يعرفوا بعض دايما يرسموا الحاجات الكويسة، عشان وبعدين بقى الحاجات التانية بتبان. لا أنا أكيد فيها عيوب وأنت كمان فيك عيوب، بس أكيد وأنا قاعد معاكي دلوقتي مش هدور على عيوبك. هدور على الحاجات الكويسة اللي فيكي الأول، وبعد كده سيب العيوب تظهر بعدين لوحدها. هو أنت بجد عايز تتجوز؟
طبعا. أنا أهلي ماتوا وأنا صغير. وأنا بحب الأسرة. نفسي أعمل بيت فيه ناس بتحب بعض، بتحترم بعض. البيت فيه دفى كده. وبصراحة يعني الوحدة وحشة. بس بصراحة أنا الراجل اللي هيتجوزني أحب إنه يتجوزني علشان يبقى عايزني أنا. مش يتجوزني عشان خاطر حلم أو أمنية ممكن يحققها مع أي واحدة خلاص. أيوة بس أنا اخترت إن الحلم أو الأمنية دول يبقوا معاك أنت. بس أنا لسه ما اخترتش. أوكي. هستناه وهديكي وقتك تفكري. ولما تقرري حاجة قولي لي. اهلا 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 بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ يا ابو الله اتفضل في الصالون. شكرا. اتفضل يا حبيبي. والله يا ابني انا فخور وسعيد بيك جدا. انسان محترم راقي من عيله انا عارفها كويس. وبصراحه كل الكلام اللي قلته ممتاز وبالنسبه لي عظيم جدا. بس بقى نشوف رأي الهواني. والله أنا معاك يا رؤوف، أنا مبسوطة جدا برأيك. والله متشكر على كلامك جدا يا سيادة الوزيرة، بس دارين لغاية دلوقتي ما قالتش أي حاجة خالص. يعني أنا موافقة جدا على كل اللي أنت قلته بصراحة. وإن شاء الله لو كملنا مع بعض أكتر حاجة بسطاني إن إحنا هنبقى قاعدين جنب مامي وبابي. بس يعني في حاجة بالنسبة لي مهمة جدا. أنت لازم تمشي الكلب. يعني مش من أول الجواز، دلوقتي. أمشي الكلب إزاي؟ مش فاهم. يعني أنت لو عايز تخطبني وبعد كده تتجوزني يعني مش هينفع يبقى عندك كلب، لأنه يعني أنت هتلعب بقى مع الكلب والكلب هيلحس إيدك وكده، وأنا بصراحة يعني مش هقدر أستحمل، يعني غصب عني. أنا آسفة جدا. لا خالص، بس أكيد لما نتجوز يعني الكلب مش هيقعد معانا في البيت، هيقعد في بيته في الجنينة، ده هيبقى بعيد عننا خالص. رامي بليز، ممكن بس تفهم حاجة؟ أنا ما بستحملش الكلاب، يعني لا بحب ريحتهم ولا صوتها وهوتهم بالليل، ولا إنك تكون بتلعب معاهم بقى وكده ويلحسوا إيدك وبعدين تيجي تقعد معايا تاكل أو تشرب. يعني أنا بصراحة ممكن أقرف جدا، يعني I'm very sorry، بس هي دي أنا، يعني أنا آسفة. بس رومي أنت لازم تستني لما تعرفي رومي ده غير أي كلب، بيسمع الكلام جدا. وبعدين لو على النظافه انا ممكن احمهولك كل يوم وادخل انا كمان استحمى قبل ما اجي اقعد جنبك في البيت، مش مشكله. رامي من فضلك كيس كلوزد، انا مش هقدر اتجوز حد عنده كلب، وده شرطي الوحيد. خلاص بقى يا رامي، مش مشكلتي الكلب يا سيدي. لو ده طلب دارين، لو انت غاوي حيوانات ربوا حصان، دارين بتموت في الحصينه. الحقوني يا جماعة، ده بيفكر. دارين حبيبتي، هو بس بيشوف وبيفكر هيتصرف فيه ازاي، يوديه فين. وبعدين بصراحة يعني أنا مش متحمس قوي لفكرة إن أنا أتناقش في موضوع زي ده بصراحة. يعني حضرتك يعني الكلب ده بالنسبة لي يعني أنا مربيه من هو صغير، يعني ومعايا طول الوقت. رامي لو سمحت ما تكملش، عشان أفتكر يعني اللي هتقوله هيكون عيب شوية. خلاص هحاول اتصرف كده. حاضر. تعيش مع مخلوق ما بتحبوش. بس انا علاقتي برامي مش سهله كده. انا بعت لها مسج وحكيت لها فيها قد ايه انا مرتبط بيه وان انا مربيه وهو عنده 40 يوم. طيب وقالت لك ايه؟ عملت لي بلوك. بس قبل ما تعملي بلوك بقى بعتت لي مسج قالت لي فيها ان هي اسفه لنفسها انها حطت نفسها في مقارنه مع كلب. انا عايز البنت دي. طب
طيب خلاص يا رامي، ما انت كده ما قدامكش غير انك تمشي رامي وديه لاي حد انت بتثق فيه. وبعدين انت مش كنت قايل لباباها انك هتتصرف في موضوع الكلب ده؟ ايه اللي خلاك تغير كلامك؟ مش قادر، ما عنديش انا يعني اي ميزه تخليها تتنازل عن حاجه انا متعلق بيها للدرجه دي. انا لو سبته لحد تاني هيموت. انت هتعمل ايه يعني يا رامي؟ معلش انا جيت فجأة كده، بس دارين ما بتردش عليا بقالها 3 ايام فمش عارف ايه. حبيبي ده البيت بيتك، تشرف في اي وقت طبعا. وحابب اقول لك ان موضوع رومي خلاص، انا شفت حد هياخده. قرار سليم، ده تفكير الناس العاقله. طبعا انا مقدر علاقتك بالكلب بتاعك، لكن اذا كان هيقف طريق مستقبلك فاللي انت بتعمله ده هو عين الصح. برافو عليك. انا هطلع نديها تقعد وتتكلم مع بعض شويه. اتفضل اتفضل، بيت بيتك. اتفضل يا بطل. أنا ما كنتش ناوي أتكلم معاك تاني، دول إن بابي ضغط عليا. أنا بس عايزك تفهميني وتفضلي موقفي، وأعرفي إن الأصل في الأمور إن مش كل واحد هيعمل كل حاجة على مزاجه 100%، في أمور كده لازم ندور فيها على حل وسط. بس أنا بقى مش كده، أنا بتاعت البرفكشن، الـ 100%. الدنيا بالنسبة لي أبيض يا أسود، وبعدين يعني ما تفتكرش إنك لما تمشي الكلب بتاعك تبقى أنت كده بتعمل لي فيفر. على فكرة بقى الفيفر والمجاملة الحقيقية الكبيرة هي إن أنا وافقت أتكلم معاك تاني بعد ما حطيتني في مقارنة سخيفة أنا وكلب. يعني هقول لك بجد حاجة بسر، يعني وأنت الوحيدة اللي هقول لك كده، أنا ابتديت أحب وحاسة إن أنا معجبة بيه بجد. كان ممكن يجرى لي حاجة لو اختار الكلب عليا. طب استني استني، هو معايا على الودي، هكلمك تاني. باي. ألو، إزيك يا دارين؟ أيوة يا رام، مشيت الكلب صح؟ بص يا دارين، يعني انا كنت اتمنى انك تبصي لي وتبصي لعلاقتنا بشكل احسن من كده، شكل فيه احترام لاحتياجاتنا احنا. وبصراحه يعني انا كنت فاكر لما تشوفيني ان انا مرتبط بالكلب بتاعي ازاي انك تفهمي وندور على حل وسط. لا يضايقك ولا يضايقني، اكيد يعني فيها مميزات تخليكي تتغاضي عن مشكله صغيره زي مشكله رومي. بس انا بصراحه متضايق انك ما فكرتيش الا في نفسك وبس. على فكره بقى انت حر في رايك، بس يعني انت لو فعلا بتحبني وعايز تتجوزني زي ما انت بتقول المفروض يعني تضحي شويه. واللي عايز تتجوزني كمان لازم هي كمان تضحي. على فكره انا اسف جدا يا دريم، مش هسيب الكلب بتاعي اللي ربيته وعايش معايا بقاله 7 سنين. جود لك وربنا يوفقك في حياتك. باي. ودي كانت أول صدمة في حياتي، حصل اللي عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يحصل معايا أنا بالذات. لا وإيه بقى؟ أنتِ مش متخيلة يا دودز، يا دودز إيه؟ توكن تو يو. ما أنا معاكي أهو، أهو حاجة قولي. كنت بقولك أنتِ مش متخيلة قد إيه عامر بيحبني. دي واصلة بيه المرحلة إن أنا لو اتأخرت بس عنه ساعتين أو غبت يعني ما بعتلوش ما كلمتوش يبقى قاعد هيفرق كده وبيتجنن ويقعد يفكر يا ترى هي فين؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ فاكراني ولا نسياني؟ سو كيوت يجنن، بس حرام. ايوه بس يعني يخنق شويه مش كده؟ يخنق في ايه يا دودز؟ بقول لك هو بيبقى حايز يطمن عليا مش اكتر. انا بوحشه فاهمه؟ كويس، المهم تكوني مبسوطه. طب وانت يا دودز؟ انا مالي؟ رامي ما وحشكيش؟ اكيد لا. فعلا؟ يعني ساعات بيجي على بالي. بصي انا كنت فاكره انه هيندم وهيرجع يبعتلي وكده، بس بقاله شهر اهو مختفي، ما بشوفوش حتى في الكومباوند. مجنون ده ولا ايه؟ اه طبعا، هو اصلا مش فارق لي، يغور هو والكلب بتاعه. هاي يا بنات. طنط عامله ايه يا دوزيك؟ النهارده كان يوم صعب قوي في الوزاره، انا خلاص ما بقتش قادره. معلش يا ماما،
انت وزيره يعني برضو حاجه كبيره، فطبيعي تتعبي شويه. معلش احنا ما بناخدش كل حاجه ولا ايه؟ الله، طب ما نقول لنفسنا الكلام الحلو ده. ايه يا ماما، ما كفايه بقى، انا هروح اجيب حاجه لصداع عشان راسي وجعاني. شايفه مش طايقه انتقام. هو انا ممكن اقول لك على حاجه طنطا؟ ما تزعليش بصراحه، انتوا اللي عملتوا فيها كده. دينا احنا ربنا دارين احسن تربيه، هي بس بتعتز بنفسها قوي، طالعه لخالتها ما خدتش الاسم والشكل بس، ده حتى الطباع بالكربون. لا يا طنط دارين، دي حوار تاني خالص، دي معديه اصلا. هي هتفضل كده طول الوقت في استراليا مش ناويه تنزل مصر؟ انت عارفه قالت لي ايه؟ ايه؟ قالت لي انا مش هنزل مصر تاني الا على فرح دارين، وغير كده ما حدش يقول لي تعالي. اكتر واحده نفسها دارين تتجوز. والله وانا كمان يا طنط، عشان النحس يفك علينا كلنا بقى. بصراحه انا بنتي صعبانه عليا، عايزاكي تركزي معايا يا ديما، حاولي تفكيها كده. حاضر يا طنط، انا هفكها واركبها من اول وجديد، ما تقلقيش. هاي يا بنات. هاي دندوني. ايه روحي، شفتي رضوى اللي حكيت لك عنها؟ دماغ قوي ها. لذيذه جدا. بقول لك ايه، عايزه افهمك على حوار كده. فهميني. إيه شايفه بقى ادهم اللي هناك ده؟ في لقطه ما بينه وما بين يسرا، ولبنى بقى دي كانت مصاحبه وائل وفركشه، بس يا حرام بتحاول ترجعه، ابس اند داونز كده بس. ده على الخلطين خالص. بالظبط. عامل ايه يا قلبي، وحشتني. طب ما تيجي نقوم نروح. يلا يلا. وانا الصراحه انا مش شايفه اي مشكله في اني ابعت لها فويس نوت على الجروب. ايوه طبعا يا يسرا، لا ما فيهاش اي مشكله. يسرا يسرا اسمعيني بس، انا ابويا بيكلمني من الناحيه الثانيه من المانيا، لازم ارد عليه. يلا سلام. الهبل هيشتغل بقى ولا ايه؟ هاي يا جماعه ازيكم؟ بقول لكم ايه، انا عازمكم بكره ان شاء الله على الغداء عندي في المطعم الايطالي. بالنسبه لدارين، دارين انت يمكن مش عارفه اني انا عندي فندق. خلي دينا بس تحكي لك وتقول لك على العنوان بتاعه. انا مستنيكم بكره على الغداء حوالي تقريبا الساعه 4. سلام. هاي دارين ازيك؟ انا مش عارف لو لسه سمعتي الفويس نوت اللي بعته انا على الجروب حالا ولا لسه، لا بس يا ريت تسمعي، انا مستنيكي بكره. سلام. سمعتها ان شاء الله. ميرسي جدا يا ادم. ثانك يو. هاي يا جماعة. هاي هاي. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. مبسوط اني شفتك. وانا كمان. تاكي. بليز. هاي دكتور. هاو ار يو بيبي؟ جود حبيبي. ثانك يو. دينا دينا رشي كرسي. سوري. ثانكس. منورة.
ثانك يو ميرسي. وايه القرف اللي بتعمله دينا ده؟ شايفه؟ حد عايز يروح التواليت؟ يلا لازم نروح التواليت. مكان حلو قوي على فكره بجد؟ اي لايك ذا لايتنج، منور كده، اتس فيري بوزيتيف. هي دي اول مره انت تيجي الاوتيل؟ اول مره. لا ده انا كده لازم اخدك تور بعد الغدا. ايه بقى الهبل اللي بيحصل ده؟ انا مش مصدقه والله. يا جماعه انا ودينا اصحاب من اعدادي، انتوا متخيلين هي بتعمل معايا ايه؟ انا ببعت لها واتساب تيجي وهقول لها تيجي لوحدها. بس انت يا اسره انت كمان ساكته له ليه؟ هو انا اعمل له ايه يعني؟ خلي بالك لحد دلوقتي ما قاليش اي حاجه، ولو اتكلمت معاه في اي تفصيله قد كده مش عاجباني بيفضل بقى يقصر في الكلام وبقى عايز يقول لي يعني هو ايه احنا في بينا حاجه؟ لا بقى ده يبقى اسمه استهبال. امال رايح جاي معاكي ليه؟ مش بيتكلم غيرك ليه؟ خير يا جماعه في ايه؟ ايه يا يسرى ساكته ليه؟ تتكلمي. هو ايه يا دينا نظام صاحبتك يعني؟ انت مش فاهمه ان في حاجه بيني وبين ادهم؟ طب وانا فاهمها ليه؟ اذا كان انا معرفاها عليكم امبارح. طب يا دينا بما ان انت لسه معرفاها علينا امبارح دخليها الجروب ليه؟ والله لا على فكره انا استأذنت وسألت قبل ما ادخلها على الجروب وكلكم قلتوا تمام ولا ايه؟ وانا ما قلتش حاجه. ما بلاش القفش الاهبل ده، دارين لا بتصاحب ولا عمرها صاحبت قبل كده، تمام؟ وعلى فكره بقى يا ستي يسرى انا شايفه والله ان الاستاذ ادهم هو اللي عامل ابروتش الاول، تمام؟ ولو مش عاجباكوا انا ممكن اخدها وامشي عادي جدا على فكره. مش موضوع كده يا دينا، بس يعني مش معقوله بعد كل اللي عملناه عشان نظبط يسرى الادهم تيجي البنت دي بتخطفه كده عادي يعني من وسطنا. والله حرام. يسرى عايزاكي بليز. لا يا حبيبتي خليكي احنا ماشيين. بالهنا يا قلبي. يلا يلا يا لبنى. يلا بسرعه. يلا يلا. انت عارفه احنا اتقابلنا من 3 سنين. 3 سنين؟ بجد؟ ايوه. انت تعرفي جو حداد اللبناني؟ يس اي دو. كان عامل حفله في البيت عنده من 3 سنين تقريبا وانت كنتي موجوده. ايوه ايوه كنت موجوده بس احنا ما اتقابلناش مش كده؟ انت ازاي فاكرني؟ في وشوش كده حتى لو شفتيها ثانية ما تقدريش تنسيها. كملي اكلك. انا فاهمة كويس قوي ان رضوى بتسخن، بس بصراحة يا دينا الموضوع مستفز من غير ما حد يسخني. فعلا؟ طب تمام. انا بقى هقول لك على حاجة مهمة قوي يا يسرى، لو بعد الفترة دي كلها وادهم ما اداكيش الاهتمام الكفاية وجت دارين وشغلته زي ما انت ما بتقولي يبقى فعلا ما ينفعكيش. اخصى عليك يا دينا. هو ده ردك؟ بتبيعيني انا عشانها؟ طب وحياة أمي ما هتطول. لغاية السنة اللي فاتت كنا 220 أوضة، دلوقتي السنة دي بقينا 300. واو امبرسيف. الحمد لله. أدهم هيوصل لك عايزاك العصر. الحق يسرى شكلها تخربها. أنا آسف. اتفضل. سوري هاخده منك شوية. سوري؟ تاخديه مني شوية؟ تقصدي إيه بالكلام ده؟ أم سوري يا يسرى مش كده؟ بصي يا يسرى انا ماليش في حوار البنات بتاعكم، واضح ان وجودي مضايق ناس، ف ام باري سوري انا مش هقدر اقعد على اذنكم. ما كانش ليه اي لازمه الهبل ده كله على فكره. استني يا بنتي رايحه فين؟ رزقك ما تشوف يا دارين. اوف يا دارين. دارين اكيد هي غيرانه منك اكيد. وانا مالي؟ ما تلقحش عليا بالكلام. وبعدين انا لا يفرق لي هو ولا كل الجروب بتاعك ده، وانت اللي غلطانه انك عرفتيني على ناس بالمستوى ده. اوكي ابعدي بقى انا عايزه امشي. ينفع كده يعني؟ ايه ده ايه ده؟ العبيطه دي ولا ايه؟ اكيد متعصبه شويه عادي يعني. متعصبه يا يوسف تعالى دماغك، مش تحترم الناس اللي واقفه معاها؟ ده انت ناكه دي. دينا ملمحش البت دي تاني. دي انتمتي يا عامر. بس مش محترمه. وقللت الأدب وشايفة نفسها على الفاضي. من فضلك ما تغلطش أكتر من كده. طب يلا نمشي. اتفضل. على فكرة أنا معظم الشلة دي أعرفهم بقالي سنين وهم ناس كويسة جدا، بس زيهم زي أي بني آدم عندهم عيوب.
يعني انا بصراحه مش عارفه انا عملت ايه او ضايقتهم ازاي. مش حاسه ان انا غلطت في ولا حد فيهم. انت ما عملتيش حاجه غلط، وانا عشان كده خدت منهم موقف وقطعتهم، مع اني انا عارف هم عملوا كده ليه. يعني انا تقريبا عارفه، بس اللي انا مش عارفاه انت ليه صممت تقابلني النهارده. كنت عايزه اقابلك عشان اعتذر لك، وعشان اقول لك اني انا قطعتهم فعلا عشان خاطرك. وليه تعمل كده؟ حابه اقول لك، بس الاول تقولي لي رايك في الاكل ده. تعالي. يوم ما شفتك من 3 سنين فاتت كان نفسي اتعرف عليكي، كان نفسي اعرف انت مين، بتعملي ايه. بس يوميها خدت بالي اني كان معاكي حد، صديقك، خطيبك. خطيبي. احرجت، ما حبيتش اني اقرب ساعتها. بس بيبقى كده، في ناس بتعرفيهم ومن اول لحظه بتبقي عارفه انك عايزه تعرفيهم اكتر، وهو ده اللي حصل معايا يوميها. طيب بصي يا ادهم، انا هتكلم بصراحه شويه لان انا ستريت فورورد. بليز. انا لسه خارجه من تجربه خطوبه مش احلى حاجه في الدنيا بصراحه، ويعني ماليش في موضوع الصحوبيه والحب من باب التسليه والحاجات دي. وانا شخص صعب، بزهق، متعبه جدا، فيعني فكك مني في الموضوع ده، خلينا فريندز اف وي كان. طب انا هتفق معاك على حاجه. نتفق. انت تعملي اللي انت عايزاه. ثانك يو. وتسيبيني انا اعمل اللي انا عايزه. ايه رايك بقى؟ مش كده احسن؟ فير انوف. اوكي. طب احكي لي بقى. انت بقى بتحبي ايه في الحياه الظريفه اللي احنا عايشينها؟ اكتر حاجه بحبها جدا هي السفر، عارف؟ يعني اروح بلاد جديده، اشوف كالتشرز ثانيه، اشوف ناس ثانيه، تيكينج اوف واللاندنج، ان انا بين السما كده، بين السحاب، اكن عندي جناحات وطايره، فاهم؟ اتس اميزنج ادرينالين. كويس؟ انا تمام. لا شكلك مش تمام. لا 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 تمام، انا تمام. بس حسيت اني مش قادر اخد نفسي بس شويه. طب ليتس كول ات ا داي، وانت تطلع تستريح. لا 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 لا، انا احسن، انا احسن بكثير. شور؟ يا 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 تمام. بقول لك ايه، انت مش هينفع تمشي من غير ما تجربي التشيز كيك بتاعنا، احلى تشيز كيك في مصر. انا مش فاهم، يعني متجمعين كلنا وجايين على ملا وشنا، وادهم اصلا صاحب الليله مش موجود. احنا مش عايزين ادهم، احنا عايزين ناخد قرار، يعني نقف جنب يسرى ونرد لها كرامتها، ان بجد بقى نفضها سيره ونبطل نعمل فيها اصحاب. ايوه، المفروض نعمل ايه يعني؟ احنا مش لسه هنعمل، احنا عملنا خلاص. انا ورادو عارف لي حاجات كتير قوي عن دارين دي. شوفوا بقى، البتاع اللي اسمها دارين دي اتقدم لها يجي 100 واحد وكلهم خلعوا منها. عارفين اخر واحد سابها ليه؟ عشان خيرته ما بينها وما بين الكلب بتاعه، فهو اختار الكلب. يا سلام. وحياتك يا بنتي، دي بنت مجنونه ومريضه نفسيا، فاكره نفسها مثلا يعني احسن اختراع بعد الكهرباء. طب حلو قوي الكلام ده، ايه المطلوب بقى؟ احنا عايزينك توصل الكلام ده لادهم. يا ريت بس هو يصدق. بالظبط، وحتى لو صدق الكلب مش معنى كده ان هروح يجري يترمي تحت رجلي يسرى. يا سيدي نخلص من البتاع اللي اسمها دارين دي الاول وبعدين نفكر ليسرى. انا اسف. وائل بليز عشان خاطري روح اتكلم معاه، ادهم اصلا لو عرف ان كان في حياتها رجاله كتير هيقفل منها. وانت كمان يا تامر روح معاه، هو هيصدقكم، انتوا اقرب اتنين ليه. لا 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 لا، انا ماليش في الحوارات دي. هتروح؟ حاضر. ممكن موكا؟ طب ممكن اسالك انا بقى سؤال؟ يا ريت تقبلي. هو من باب التغيير، انا بقالي ساعه بسالك. طيب اوكي. يعني ما تعتبرش ده تدخل قوي في حياتك يعني، بس سؤال عمال بيزن عليا. بليز. هو انت ويسرى يعني علاقتكم ايه ببعض؟ يعني هي ايه الحكايه يعني؟ بص يا ستي، موضوع يسرى ده بسيط قوي. صحابنا كانوا بيحاولوا يقربونا من بعض، وانا ما كانش عندي مشكله على فكره، كنت بتعرف عليها عادي، اصحاب. بس ما كنتش حاسسها، وفجاه ظهرتي حضرتك، فالموضوع عندي مات تماما. يعني انت ما صاحبتهاش؟ لا. اوكي. وفعلا ما فكرتش مرتين، لان ادهم وفقت قليل جدا قدر يحسسني انه فعلا بيحبني، وانه فعلا عايزني، وعايز يعمل لي كل حاجه بحبها في الدنيا. ما بقتش حاسه باي حاجه غير انه هو ده الراجل اللي انا كنت بدور عليه طول عمري.
مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا حضرتك. اهلا وسهلا بيك. دي حاجه بسيطه. شكرا. اتفضل في الصالون. شكرا شكرا. اتفضل اتفضل. انا من حيث المبدا ما عنديش اي اعتراض على حضرتك، لكن طبعا في النهايه الراي بتاعها هي. اكيد، وانا هبقى مبسوط جدا لو هي وافقت. ان شاء الله. طبعا كنا حابين نتعرف على الوالد، انا بسمع عنه كتير لكن اكيد لازم اشوفه. اكيد، بس زي ما اكيد حضرتك عارف الوالد عايش في المانيا، بس انا قلت لو في موافقه مبدئيه نقرا فاتحه، وان شاء الله اول ما نحدد ميعاد الخطوبه والفرح اكيد هيبقى موجود. يعني مش كان المفروض تقولي انك جاي؟ ازاي تفاجئني كده؟ وانا الصراحه قررت اني اعمل كده امبارح، وانت ليكي انك توافقي او ترفضي. يعني بالعكس، انا شايفه اللي انت عملته هو الصح. يعني انا اي راجل بعرفه في حياتي بيفضل في الفريند زون لحد ما يتقدم ويعمل زي ما انت عملت. انا بس متفاجئه من السرعه اللي انت عملت فيها كده. يعني لازم تعرفي عني اني انا ما بحبش اضيع وقت. طبعا الا اذا انت عندك اي اعتراض عليا انا شخصيا. لا خالص، انا بس يعني في حاجات كتير قوي ما اعرفهاش عنك، زي ما انت في حاجات كتير قوي برضو ما تعرفهاش عني. واكيد هنعرفها مع الوقت. وعلى فكره خطوبتنا دي هتخلي اننا نقرب من بعض ونعرف بعض اسرع. الا بقى لو في اي حاجه في دماغك انت نفسك تساليها اساليها وانا موجود. يعني ممكن اتكلم بصراحه؟ جدا. انا في حاجات في حياتي يعني ضروريه جدا، ويعني مستحيل بصراحه اتنازل عنها. اوكي، زي ايه؟ يعني مثلا المكان اللي هسكن فيه بعد جوازي. لا بصي بقى، في دي ما تقلقيش. شفتي الفندق بتاعي اللي انت جيتيه ده؟ اه. انا واخد اخر دور، انا قلبته بيت، مصروف عليه كتير جدا، وبصراحه انا عامل فيه برايفت بول وبرايفت جيم وقاعه سينما، هيعجبك قوي. يعني it sounds perfect، بس يعني I'm very sorry، مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان انا لازم ابقى ساكنه جنب مامي بابي هنا في الكومباوند، مش هقدر ابقى قاعده في حته بعيده عنه. بس احنا ممكن نروح هناك في الويك اندز. الويك اندز؟ وانا بكلمك عن كابانيا يعني عشان تقولي لي نروح نقعد فيها الويك اندز. انا بكلمك عن شقه كبيره جدا ومصروف عليها اكتر من 50 مليون جنيه. يعني بصراحه حتى لو مصروف عليها 50 مليار، يعني I'm very sorry، مش هقدر يا ادهم. يعني انا لازم ابقى جنب امي وابويا. اوكي ماشي، بكره يا ستي اجيب لك احسن فيلا موجوده عندكم هنا في الكومباوند، ونبقى ما بين هنا وهناك. ايه رايك؟ ده ايه المتحف اللي احنا فيه ده؟ كلام يا تامر، كلام يا تامر. بقول لكم يا شباب، انتوا طبعا عارفين معزتكم عندي، وطبعا لحظه زي دي انا مش هينفع اني اعديها كده لوحدي من غيركم، مع اني قافش منكم انتوا الجوز، بس برضه ما ينش عليا. هو انت جايبنا ليه هنا يا معلم؟ وبعدين ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ وده بيت مين اصلا؟ بصوا بقى يا جماعه، النهارده قرايه فتحتي على دارين. يا نهار اسود، يا نهار اسود. استنى بس، استنى يا ابني، يا ابني ملف السعد يا ابني. الف مبروك يا بلادين. الله يبارك فيك حبيبي. لا يعني الصراحه انا اتفاجئت مفاجاه حلوه جميله. يعني مبروك مبروك يا بلد. مبروك. ماشي يا تامر، طب يلا اتفضلوا عشان الناس ناسها بقى. رضوى هتعلقني من حواجبي، هتوحشني. Thank you.
هو ده اللي ما يجيبها الا رجالها؟ صراحة هو غفلنا جامد. بس يعني هو في الاول وفي الاخر راجل وحر يختار اللي هو عايزه. طب ويسرى؟ حبيبتي دي في البيت منهارة عياط. يا عيني يا يسرى، يا جماعة انتوا لازم تروحوا تهدوها. تامر انت بالذات تسكت خالص، انت ليلتك معايا سودة بالصورة اللي انت متصورها دي. مش انا. لا انت بقى يا حبيبتي. طب انا ذنبي ايه؟ احنا اصلا روحنا مكان احنا مش عارفين. طب بصي بالذمه، ده واحد مزبهل. انت بس والله يا ادهم، ده طلع قادر. معقوله قادر يعمل في يسرى كده ويدخل الجروب مخصوص عشان يحرق دمها؟ اقول لكم يا جماعه، الموضوع ده خلص وانتهى. فككوا بقى وكل واحد يعمل اللي يريحه. تمام. انا عندي ليكي مفاجاه. ايه بقى؟ انا بحب المفاجآت جدا على فكره، انت عارف صح؟ انا عارف. اوكي بصي بقى، قبل ما اجي هنا النهارده اوكي كلمني السمسار بتاع الكومباوند بتاعكم، ولقلنا فيلا بيقول لي عليها تحفه كبيره وواسعه ومتشطبه هايل وحمام سباحه وكل اللي انت عايزاه. وعلى فكره على بعد 3 شوارع من البيت عندكم. ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ بصي بقى، ازاي كده؟ احنا بس بكره نروح نتفرج عليها، ولو عجبتك نخلص فيها على طول. صدق بصراحه ستندهشي. انت بس تقهريني على فكره. طب احكي لي بقى، ايه تاني نفسك تعملي؟ نفسي نبقى الهاني مون بتاعنا all over the world. عايزه اسافر بقالي كتير قوي ما سافرتش. طب حولك على رايي. قولي ايه رايك ناخد كروز نلف في اوروبا كلها؟ لا مش هقدر طبعا. ليه؟ انا لما بركب مركب بيجيلي سي ديزنس سي سيكنس، اسمه بدوخ، بتعب جدا وضغطي بيفضل واطي طول الوقت. وطبعا اكيد مش هعمل كده، يعني مش هقضي هاني مون في مركب، يعني مستحيل. You're joking. طب بصي، ما هي الصراحة ايه؟ انا عندي مشكلة مع الطيران. مشكلة ازاي يعني؟ مش فاهمة. يعني تقدري تقولي عليها فوبيا من الطيارات. ما بقدرش اتعامل مع الطيارات خالص. امال انت بتسافر ازاي؟ انا عشان كده سفري قليل جدا، يعني ممكن اسافر بالبر، ممكن اسافر بالبحر، ممكن اركب قطر، انما طيارات لا، ما بقدرش. Are you serious؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا على فكرة، يعني مش بس ليك، مشكلة كبيرة لينا احنا الاتنين. يعني أنا بصراحة ما اقدرش أربط حياتي مع راجل مش بيسافر. أنت عارف السفر بالنسبة لي مهم إزاي، ودي أول حاجة قلتها لك أول ما تعرفنا، أنا حياتي سفر. يا حبيبتي أنا بسافر، أنا بحب السفر برضه، بس ما بقدرش أسافر بالطيارات. أنت سافري بالطيارة وأنا ممكن أحصلك أو أتصرف أحصلك بأي حاجة. يا سلام، يعني لما نعوز نسافر الفار إيست بقى، أنا هطلع بالطيارة وأنت تجيلي إزاي بقى؟ لا في مركب ولا في قطر، هتعملها ازاي دي؟ يا حبيبتي زي ما انت عندك مشكله في البحر، انا عندي مشكله في الجو. ما اقدرش احس اني انا متعلق في نص الجو كده، مفيش حاجه تحتيه. وبعدين ايه؟ الحادثه بفوره، موت على طول. والله والمركب ما بيغرقش والقطر ما بيعملش حادثه؟ بس على الاقل على الارض، على الاقل على الارض. It's all the same. No, it's not the same. على فكره الموضوع ده محتاج تفكير جدا على فكره. يعني على فكرة يا حبيبي أنا فكرت فيه جدا وحاولت كتير قوي، بس أنا لا 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 لا، هو أنا اللي محتاجة أفكر. يعني الموضوع ده بالنسبة لي كابوس، أنت فاهم؟ أيوه، يعني أنت عاوزة تقنعيني إن الموضوع ده ممكن يأثر على حياتنا مع بعض؟ أكيد هيأثر، لأن ده جاي في حاجة مين جدا بالنسبة لي. أدهم أنا عايزة أروح. تقدري بعد إذنك لو سمحت، لو سمحت روحني. الحقيقة أنا آسف يا أدهم، دارين رفضت فكرة الجواز بعد ما عرفت الحالة المرضية اللي عندك تجاه موضوع الطيران. الحالة المرضية؟ وأنا شايف إنك لو اتعالجت الحياة هتتظبط وتبقى كويسة أوي. على فكرة أنا عندي طبيب نفساني صديقي أوي، ممكن أكلمه وأطلع له. وافرض حضرتك يعني ما عرفش يساعد؟ هيبقى صعب، عشان كده بقول لك لازم تحاول. طب بص بقى حضرتك، انا كنت ممكن احاول مره ومرتين وثلاثه لو كنت حاسس انها باقيه عليا شرياني، على الاقل واقفه جنبي عشان الاقي حل. انما تنهي كل حاجه كده من غير ما تعمل اعتبار لانا مين وعملت ايه عشانها، يا
يبقى كده انا ما يلزمنيش. الحمد لله ان كل ده حصل قبل ما نتدبس اكتر من كده. انا اسف. عيد ميلادي من تاني. فاتت سنة على أوحش سنة في حياتي، السنة اللي سابني فيها رامي وبعد منه أدهم. رامي سابني عشان الكلب، وأدهم سابني عشان مش عايز يسافر بالطيارة. بصراحة يعني لحد دلوقتي مش مصدقة ان هم جوش على نفسهم علشان اسباب تافهة زي دي. المفروض ان انا داريم البرنسس الحلوة بنت العيلة اللي مفيش زيها. في حاجة غلط. عدت عليا السنة ومن وقتها وانا مش طايقة ابص في وش اي راجل. بس بصراحة يعني أنا لسه عايزة أتجوز. معايا دينا جاهزة؟ خلاص يا هاني. لازم بتساعدني. طب بقول لك ايه؟ فيلي فيلي هكلمك تاني. باي. مامي هو انت رايحه فين؟ رايحه الوزارة. هكون رايحه فين؟ هو انت غيرت طقم الحراسه بتاعك؟ اه اتغير. هو في ايه؟ ما تعطلنيش انا متاخره. مفيش حاجه. ما انا كمان انا خارجه. اوكي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بينالك يا حبيبتي شوفي ليه؟ هو انت راجعه الساعه كام؟ على 6:30 7. هو في ايه؟ مفيش. جود لك. لاف يو. حرك حرك بره. ايه ده؟ هو ايه اللي انا بعمله ده؟ فوقي لنفسك، انت داريني البيع. لا بجد كوتش طارق ده حلو قوي يا دارين. ايوه بس مروش. ايوه يعني هو مهايبر شويه بس لذيذ ودمه خفيف كده. ايه ده؟ وبعدين انا قلت اصلا اول ما اقول لك ان هو يعني كده هيعجبك لان هو يور تايب. لو على ماي تايب. اه فهو موجود دلوقتي عندنا في البيت عشان هو ظابط الحراسه الجديد بتاع ماما. وات مين ده؟ بصي عارفه الافلام الامريكاني؟ بتشوفي كده الراجل فيري فيري ماسكولين كده ولابس البتاع بتاعت الضباط دي. أيوة الجلد دي اللي فيها الجنز. اوكي وينزل من العربيه كده وواثق من نفسه كده فاهمه؟ واو سو كول. لا مش مصدقاكي. يا عمر تكلمي عن حد كده بالطريقه دي؟ يعني ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ موضوع التورته بتاع الويشز ده نجح ولا ايه؟ يعني ما انا معجبه بيه على فكره عادي يعني بس يعني ممكن يكون متجوز مصاحب عنده كلب. ما اعرفش. انا مش مصدقه. ايه ده؟ لا يكون اللي احنا فكرنا فيه حصل. انت قريتي كتاب ذا سيكريت؟ ايوه طبعا قريته وحافظاه وكل حاجه. ايه ده؟ بصي انا لازم امشي الساعه 5. ايه ده؟ نعم ده من امتى ده؟ بصراحه اصل مامي هترجع كمان شويه وبصراحه عايزه الحقها هي والظابط. عايزه اشوفه. مامي ايوه مامي والظابط. ايوه اوكي يلا. اي لاف يو. شكلها هتحلو يا دود. اتفضل يا فندم.
هاي حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا مامي. يسلمك. هاي ازيك؟ هاي يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طب اتفضل انت يا سيادة الرأي. بعد اذن عليك يا فندم. اتفضل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. ايه ماله؟ بتبصي على ايه؟ ها؟ ولا حاجة. هو مين ده؟ ده الرائد سيفي الفقي، ضابط الحراسة الجديد. تسأليه ليه؟ مش عارف، أصل حاسة إني شفته قبل كده، يعني بشبه. طب يلا ندخل؟ آه يلا يلا. كان يومك عامل إزاي؟ احكي لي. الله جاهز بره. صباح الخير. صباح النور يا فندم. جاهز بسرعة. احكي لك يا محمد بيه على اصعب ماموريه مريت بيها في حياتي. كنت لسه ياما في المباحث، نازل اجيب عيال كده بتوع سلاح من ناحيه الفيوم، حته كده قرب الفيوم بس مش فاكر، هفتكرها لك دلوقتي. المهم دخلت المكان، اكتشفت ان العيال متسلحه تسليح تقيل، وهم يا معلم سمعت شد الاجزاء تاك 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 تاك، والعيال اللي معايا لسه مستجده مش في الانجاز يعني، بس انت عارف اخوك بقى في ضرب النار ما بيهزرش. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عمري انا سمعتك بتتكلم انك شاطر جدا في ضرب النار. اه يا فندم ده شغلي، انا بطل رماية. الله، اصل انا طول عمري نفسي اتعلم ضرب نار بصراحة. هايل يا فندم، ربنا يوفقك. طيب انا لازم استأذن دلوقتي عشان معالي الوزير على نزول. بعد اذن حضرتك. تقل دمك. دارين هنا؟ ايوه. انا ليا واحد صاحبي انما خطير بيدرب ضرب نار في نادي الصيد، يعني لو تحب اكلمه لك واوصي عليك. طبعا لا لا، ملوش لزوم. شكرا. أوامر يا فندم. خالص الصراحة. الحمد لله. يوم بقى لك. ازيك يا رامي؟ نارين، ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الأخبار؟ جود. لونج تايم. اه لا، كان بقالي فترة كبيرة سايب الكومباوند بس راجع، كان عندي ظروف كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وإيه جديد؟ لا في حاجات كتير حصلت، يعني دي كانت سنة وزيادة من ساعة آخر مرة شفتك. مظبوط. وأخبار الكلب إيه؟ روميو. روميو كويس. خطيبتي بتحبه أوي. مبروك، أنت خطبت؟ أه خطبت. أه صح. عقبالك. أه أنا كمان خطبت. إيه ده بجد؟ سوري عشان ما شفتش الدبلة بس. أه ما هي قراية فاتحة يعني، لسه هنلبس دبل.
مبروك. الله يبارك فيك. خطيبي ضابط حراسات. رائد سيف. انا خطيبتي هدى درويش لو تعرفيها. مش واخده بالي سوري. لا هي مذيعه معروفه قوي. اوكي. طب انت ايه اللي موقفك كده؟ اصل العجله نايمه. طب انا غيره لك؟ لا بس اوكي ما هو سيف هيجي دلوقتي. غيره لك لغايه ما يجي، ما هي المشكله مش يعني عايزه تفضلي واقفه. لا مش مشكله بجد. لا والله مش مشكله خالص والله. صدقني اوكي هو هيجي دلوقتي. ثانك يو والله يعني ثانك يو. طيب اوكي. مساء الخير. مساء النور. الرائد سيف الفي. كابتن طيار رامي الوسيمي. اهلا وسهلا. العربية فيها حاجة؟ العجلة نايمة مش قلت لك؟ طيب استأذن انا بقى، انا كنت واقف عشان اساعد برضه. ميرسي يا رامي. ثانك يو. ثانك يو. ألف مبروك. مبروك على الخطوبة. الله يبارك فيك. بس ثانية واحدة. خطوبة ايه ومبروك على ايه؟ مش فاهم حاجة. خطوبتنا يا سيف مالك. ثانك يو يا رامي بجد. باي. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ولا حاجه، العيال نايمه محتاجه اغيرها. ثانك يو فور كومينج. لا عادي نصححها لك، بس انا ما بسالش عن كده. انا بسال عن موضوع ان انا خطيبي كده، يعني لو كان ممكن يعني. هي دي حاجه تضايقك؟ لا خالص، ده يشرفني ويسعدني كمان، بس للاسف دي مش حقيقه. يعني هبقى اشرح لك، مع ان انا متاكده انك مش فاضي تسمع الكلام اي كلام يعني. بصي هو انا تقريبا اذكى من اللي شكله باين عليا، بفهم وبحس ومستوعب الوضع اللي احنا فيه. تقصد ايه؟ مش لازم تحرجيني لما اول مره اتكلم معاكي بشكل مكشوف بشكل حقيقي وتقولي لا اقصد ايه، مع اني فاهم كويس جدا ان انت فاهمه ان انا اقصد ايه. بصي انا غير، انا ما اقدرش اخبي انا حاسس بايه قدام ناس معينه ومهمه قوي. الله، ده انت طلعت بشر عادي زينا يعني وبتعرف تتكلم اهو. والله عادي، بني ادم زي كل الناس. بس معلش ظروف شغلي بتحتم عليا تصرفات معينه، ما اقدرش اطلع براها. قصدك يعني ان انت ممنوع تتكلم معايا يعني؟ لا خالص، بس باي مناسبه يعني؟ صفتي ايه؟ يعني احنا ممكن نبقى اصدقاء. اصدقاء؟ يا ترى معالي الوزيرة هتبقى مرتاحة لحاجة زي كده؟ معلش سوري، يعني مامي مالهاش علاقة بالناس اللي أنا اختارهم يكونوا أصحابي على فكرة، مش لازم أستأذنها يعني. أكيد طبعًا، بس أنا وضعي غير مختلف، أنا قائد الحراسة بتاعتها، أنا غير. فا؟ قبل بقى ما أندع العسكري عشان أغير الكوتش، ممكن أعرف بقى موضوع إن أنا خطيبك ده إيه؟ وموضوع رامي ده إيه؟ مهتم تعرف قوي يعني؟ جدًا. لما الماضي يظهر في حياتك مرة تانية عشان يأكد لك إن الحاضر والمستقبل ممكن يكونوا أحلى وأجمل بكتير. يلا رجالة استعدوا بره، استعدوا. دايما تبقى مبسوطة. بس اشمعنى يعني؟ عشان بكلمك في التليفون وعشان صوتك حلو. ده ايه الكلام الخطير ده؟ بس بصراحة أنا مش عارف أقول لك إيه. ولا حاجة. على فكرة
أنا موجودة بالليل في الكلاب هاوس، يعني لو عايز تعدي تشرب معايا قهوة. خبر؟ طبعا ده شرفنا. إن شاء الله إن شاء الله. الارتباك اللي أنا فيه ده على فكرة غريب أوي، المفروض إن أنا كبير عليه يعني. المهم أنا فكرت كتير أوي قبل ما أجي، هل ده صح؟ هل ده غلط؟ معرفش. ليه وأنت أول مرة تتكلم مع بنت؟ لا اتكلمت طبعا، بس انا طول عمري ما كنتش بفكر ادخل اي علاقه، يعني لعب او هزار. تقدري تقولي ان انا مش مقتنع بفكره ان في صداقه بين راجل وست، فعشان كده يعني علاقتي كانت قليله قوي بالبنات. غير ان انا كنت في مدرسه بنين، اتخرجت منها على كليه الشرطه على طول، فيعني علاقتي مع البنات كلها كانت في الانجاز عشان كده. امال ازاي بتقول ان انت كنت بتتكلم مع بنات يعني؟ اتكلمت مع البنات دول اللي هم بيكلمونا في التليفون عشان الشقق وعشان الفلاتر والحاجات دي يعني. فلاتر؟ انا ما اعرفش بصراحه بيجيبوا تليفون منين. انا ما اعرفش. سيلز يعني تقصد؟ سيلز. طيب هو انت حبيت قبل كده؟ طبعا حبيت مره واحده في حياتي. اوكي. مره واحده وانا في ثانوي، بنت الجيران، بس كان بصراحه حب خطير قوي. واول ما رحت كليه الشرطه قعدت اول 45 يوم، رجعت لقيتها اتخطبت. نادلة قوي بصراحة. لا 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 بصراحة، لا ما تظلمهاش، هي بس ما كانتش تعرف عشان انا ما كنتش قلت لها. وان سايدد لاف يعني. ايه؟ انت ميح خالص في الانجليش؟ لا طبعا، انا بصي انا مش خطير في الانجليزي، بس يعني تقدري تقولي بفك الخط يعني. اي كان سي، اي ويل جو، I go to school by bus. ايوه ايوه عارفاها طبعا، هايل هايل. I go to school by bus. ميرسي. ايه اللي بيضحك في الموضوع؟ انت بتتريقي صح؟ اكيد بتريق. سوري سوري، بس يعني مش مشكلة يعني. طب خليني اسألك سؤال، هو انا لو ما كنتش اتكلمت معاك يعني انت كنت هتعمل حاجة؟ بصي انا خجول صحيح، انا ظابط طول الوقت بتعرض لمواقف صعبة، بس انا عندي حياء مع البنات. بس مش باين عليك انك كده خالص. لا في الحقيقة انا كده. عشان كده دارين هانم انا مش هقدر اتكلم معاكي تاني الا بعد اذن معالي الوزيره وسياده المستشار. على فكره مش عشان شغلي، علشان مبادئي. يعني تقصد ان احنا مش هنتكلم خالص تاني يعني؟ لا طبعا، انا بس عايز كلامنا يكون في اطار محترم، اقدر اتكلم معاكي من غير قلق ولا مشاكل، نتكلم زي ما احنا عايزين يعني. بصي انا اللي مش هرضاه لاختي مروه مش هرضاه عليكي. انا صعيدي شويه. وانا مش فاهمه انت فهمت ايه بالظبط يعني؟ على فكرة يعني أنا مش بقول نتصاحب، لأن أنا لا عمري صاحبت ولا عمري هصاحب، تمام؟ على فكرة أنا ما قلتش كده ولا أقدر أقول كده، أنا بس بقول إن الصداقة بين أنا الرجل. شايفة إنه كلام خلص لحد هنا وأنا لازم أروح، مع الإذن. وكترت بينا المقابلات وحبيت مروة قوي، حبيت حبها في أخوها وحبه هو فيها. بصراحة مع سيف اكتشفت قد ايه انا كان حظي وحش ان انا ما عنديش اخوات. ومع ان سيف ما بيعرفش يقول كلام حلو خالص، بس بصراحه عينيه كانت بتقول كل حاجه. ايه يا نريمان؟ قوم البسي الناس على وصول. استنى يا رؤوف، بكلم دارين اختي. الو، ازيك يا دودو؟ وحشاني قوي. عندي ليكي خبر حلو، ان شاء الله المره دي تظبط. دارين جالها عريس. اهلا. مساء الخير. مساء الخير. الف مبروك. مساء الخير يا فندم. الف مبروك. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم، مبروك يا عروستنا، عقبالك. اتفضلوا 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 في الصالون، اتفضلوا. واتخطبنا. معالي الوزيرة رفضت إن أنا أتنقل، وقالت لسيادة اللواء إن أنا أكتر واحد تأمن على نفسها معاه. أنت ما تتخيليش الكلام ده أثر فيا قد إيه. اسمها طنط نريمان. معالي الوزيرة دي بقى خلاص، هي خلاص بقت حماتك يعني، ما ينفعش تقول لها معالي الوزيرة. معالي الوزيرة حماتي كل حاجة، بس هي يعني أنا مش متعود كده إن أنا أتكلم عنها بدون ألقاب، عارفة اللي هو بيقولوا عليها لساني ما يطوعنيش يعني.
هو القمر فاهم حاجه؟ بحاول. بص بقى، مامي واخده اجازه طويله، فانا مش عايزه اقعد في البيت ولا ثانيه، عايزاك تخرجني طول الوقت، ممكن؟ ده انا عامل لك مفاجاه جامده جدا النهارده. ايه بقى؟ قول. عزمك على الغدا في نادي الشرطه. يعني نادي الشرطه ايه بس؟ بقول لك عايزه اخرج يعني. لا 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 لا. ايه ده؟ انت شكلك مستهونه بالغدا في نادي الشرطه، هو في ايه؟ انت عارفه يعني ايه غدا في نادي الشرطه؟ يعني هتاكلي احلى سكالوب واحلى سباجيتي بولونيز. عارفه الاسكالوب في نادي الشرطه؟ قد دراعك كده. لا لا جربي بس، والله العظيم ما هتندمي. جربي اسمعي كلامي. ماشي تمام، نادي الشرطه نادي الشرطه، بس بعد نادي الشرطه نروح سينما بقى او نسهر. تمام نروح سينما ماشي، انما نسهر لا. بصي يا درين، في حاجات كده عايزين نتفق انا وانت عليها ونقلل منها شويه. مش فاهمة حاجات ايه؟ يعني زي صورك على الانستجرام والفيسبوك. امالها الصور يعني مش عريانة يعني؟ انا ما قلتش عريانة، بس يعني بتكوني متزوقة كده وعلى سنجة 10، حتة عيل من هنا ولا من هنا يبص على صورك يدخل يعمل زوم. انا ما استحملش الكلام ده، انا بغير عليك. اخوكي مطلع عيني يا مرو بجد يعني. بصي اولا بغير جدا، ثانيا على طول عايز يقعد في البيت. يعني كل ما اقول له يلا نخرج يقول لي ما تخلينا قاعدين في جنينه الفيلا، ولما يبقى الواد بقى الفتك اللي جامد قوي فاهمه الروش يعمل ايه؟ ياخدني فين؟ فين؟ نادي الشرطه. كل مره كل مره نروح ناكل اسكالوب، انا عايز اغير اماكن، انا زهقت. بص يا دارين، هو سيف تقليدي شويه، اتعبي انت معاه حبتين وانت هتكسبي راجل مفيش اطيب منه في الدنيا. في حاجه تانية مضايقاكي؟ مش مضايقاني، مخوفاني. حاسه ان هو مش مركز معايا، يعني لابسه ايه، مفيش كومبليمون، مكياجي شعري عارفه اكن انا يعني شفافه مثلا، يعني مش مهتمه بيا خالص. دي بسيطه بسيطه قوي، انا هقول له يركز معاكي ومع تفاصيلك اكتر من كده. انت بتفتحي ستوريز رجاله؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه الغريب في كده؟ مش فاهمه، محسس ان انا يعني بفتح عليهم الحمام. انا بشوف ستوري يعني، مش حاجه بعمل لايك بيعملوا لي لايك، عادي يعني اتس ستوري. على فكره هو مش غريب ولا حاجه، الطبيعي ان انا ابقى مهتم ان انا اعرف خطيبتي مهتمه باخبار مين. دارين انا عارف الشباب دلوقتي بيفكروا ازاي، لما تفتحي ستوري حد كل مره بينزل حاجه ماشي هيحس ان انت مهتمه بيه وبتتابعيه. الواد بقى هيحس في نفسه ان هو الواد الخطير ده، ما يصحش. على فكرة أنا بفتح ستوريز ناس معرفهاش أساسا. طيب عشان أنا بس ما بفهمش في الكلام ده، هو أنت تعملي فولو لحد ما تعرفوش ليه؟ أنا مش هقول لك هنوصل للستوريز بتاعته، بتعملي له فولو ليه؟ من الأصل. عادي يعني بعمل فولو لأي حد بيعجبني يعني، ممكن يكون ممثل بشوف أفلامه اللي هتيجي، ممكن يكون حد بيصور أماكن كول عايزة أروحها، ممكن حد بيعمل ستوريز فاني بتضحكني كده يعني. طيب يا ريت نوقف الكلام ده، هو يا راجل ما تعرفهوش شيليه من عندك. مش معقوله يا دارين كميه الرجاله اللي بتتابعيهم ويتابعوكي دول، ماشي؟ تمام. اللي انت بتقوله ده اسمه غيره اوفر، وانا ما بعملش حاجه غلط، انا بعمل لايك، هما بيعملوا لي لايك، وده ملوش اي معنى غير انها اللايك. معلش بس عشان انا الموبايل بتاعي عربي. فلايك دي يعني اعجبني. مظبوط. فانت لما تعملي لايك لحد يعني معناه ان هو اعجبك، وهو لما يعمل لايك ليكي معناه ان انت عاجباه. انا بقى نظامي ايه في النص؟ يعني وضعي ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تصلب خطيبتي عماله تقول اعجبني وهو اعجبني، انا ايه؟ يعني ايه اعجبني؟ ايه الجمله دي؟ مش فاهمه قصدك. يا ماما لو سمحت وقفي الحاجات دي، ماشي؟ وفي الانجاز. من فضلك. ولو ما خلصتوش؟ اكيد هزعل. هزعل قوي. هو ايه الموضوع يا سيف؟ انا مش فاهمه. في الأول رافض إننا نسهر في كلوبس، تمام؟ تمام. ولما تبقى الواد الخطير اللي ما حصلتش بتخرجني في أماكن عجيبة مع ناس مش شبهي، وبعدين دلوقتي عاوزني أشيل صحابي من عندي. أنا مش هتقطع من العالم على فكرة عشان خاطر أرضيك. عالم العالم ده هو أنا وأنتي، إحنا بنتخطب عشان نتجوز عشان يبقى العالم أنا وأنتي وبس، وعيلتك وعيلتي، ممكن دينا صاحبتك، يعني اقل ناس يبقوا حوالينا، مش هنرطرط احنا عند الناس. تمام. طب يا سيف
يعني بما اننا في مكان علم وانا ما بحبش اعلي صوتي لانه عيب، تمام؟ انا الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش، لانك واضح انك نسيت انت قاعد مع مين. انا اسمي دارين البيالي، تمام؟ واوعى تستغل حبي ليك بطريقه غلط، اوعى. وانا لما احبك اغير عليكي، غير على خطيبتي اللي هتبقى مراتي، كده انا بستغل حبك ولا بحافظ عليه؟ رجعني البيت. خير يا سياده المستشار. في الحقيقه يا ابني، بنتي حكت لي عن اخر خناقه حصلت بينكم، وقالت لي ان انت بتطلب منها طلبات غريبه شويه. غريبه؟ غريبه ازاي يعني؟ يعني مرة قالت لي انك قلت لها بتشوفي ستوريز مين؟ انا في الحقيقة ما كنتش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط، لكن هي شرحت لي وفهمتني ان دي صور وفيديوهات للناس. طب ده سؤال. مش مشكلة يا عمي، مش شايف يعني ان في مشكلة تستدعي ده. خلاص لو فارق معاها قوي انها تتفرج على الصور دي تتفرج زي ما هي عايزة. هو في الواقع المشكلة مش كده برضه بالظبط، هي بتقول انك انت إنسان غيور، عندك حب التملك، ودارين بنتي مش كده خالص. دارين بنتي تحب تخرج، تسافر، تفسح، تتعرف على ناس، تحب تعيش بحريتها يعني. بس أنا مش الراجل يا عم اللي يقبل على مراته إنها تبقى حرة في المطلق كده. أنا راجل بحط سقف وحدود أنا اللي بحددها، وأعتقد يعني إن مراتي لازم تقبل بيها. انت فاهم غلط خالص يا سيف، ولو انت نسيت انا مين فانا دارين البيالي. عمر ما حد هيكسرني، وعمري ما هسمح لحد انه يلغي شخصيتي او يفرض علي اي حاجة. انا اسفة جدا، مش هقدر اكمل. النهاردة اول مرة ارجع الجيم تاني بعد 6 شهور اكتئاب. زعلي المرة دي مش بس عشان أنا حبيت سيف، لكن كمان لأن الراجل اللي أنا اخترته وحبيته ما قدرتش أتنازل عشان خاطره وعلشان حبي. في حاجة غريبة جدا جوايا بتمنعني، حاجة أقوى مني بتمنعني إن أنا أقبل الحلول الوسط. أنا حقيقي حبيت سيف، بس مهما حبيته كان صعب عليا أحبه أكتر من نفسي. صعب إن أكون مجرد عروسة حلوة يشكل حياتي على كيفه. أنا مش كده، أنا دارين. هاي هاي. أنا اسمي طارق عبد الله، أنا مهيد هاد كوتش. ممكن بعد ما تخلصي بس نقعد مع بعض 5 دقايق؟ طبعا ممكن. تمام، أوكي. ثانك يو. فبالنسبة بقى لمنطقة البطن، كل شغلنا هيبقى على التريدميل. يعني هنشتغل في الأول ورم اب، أوكي؟ بعد كده عايزين جري هبل. يعني كأن في كلب بيجري وراك. خايف من الكلاب؟ أوي. خلاص مش كلب، أسد. شوفي بقى لو في أسد بيجري وراك هتعملي إيه؟ أوكي. عايز جري هبل. بعد كده نرجع تاني ورم اب، يعني كأنك ماشية في جاردن أو حاجة. وهنرجع بقى تاني لموضوع الأسد، جري هبل، ورم اب، كده لمدة 45 دقيقة. جرت؟ جارد. يلا. على فكرة كنت بشوفك بتيجي مع دينا، صح؟ مظبوط، جيت معايا كذا مرة قبل كده. تمام. ايه بقى؟ خلاص كده ولا ايه؟ انا خلاص خلصت. خلاص خلصتي؟ ايوه. فين الستوري بتاعت انستجرام؟ مش فاهمة. مش فاهمة ايه؟ ده البنات كلها بتيجي عشان خاطر تعمل ستوري انستجرام. اوكي بس يعني نوت ماي ستايل. نوت يور ستايل. طب ما تيجي نشوف. نشوف ايه؟ الاكونت بتاعي برايفت على فكرة. انا على فكرة هعمل لك فولو. دارين البيالي. نوت كول على فكرة. وبعدين عادي يعني لما اعمل ستوري انا حرة. ما قلتش حاجة على فكرة. وبعدين انت اصلا امتى عملت لي ريكوست وانا عملت اكسب؟ ده من زمان قوي. ها؟ ايه البلانس بتاعتك فور تونايت؟ بلانس؟ لا ما عنديش بلانس. انا هروح خلاص. يعني ايه خلاص كده؟ ايوه. طيب.
بص يا دارين، كل يوم بيعدي منك فهو بيعدي. You've got to be always positive. You've got to move. If you don't have any plans for tonight, why don't we go out for a dinner? ميرسي. لا طبعا ما قبلتش عزومته، يعني انا اعرفه منين؟ الغريب بقى ان هو عامل لي فولو على الانستغرام من زمان جدا ومفيش صوره نزلتها ما عمليش عليها لايك. واو، بس ده كده عاجبك يعني، مع انك كنت بتقولي عليه ان هو مروش يعني. لا هو من ناحيه مروش فهو مروش، بس يعني ان كول واي يعني. بصي انا عملت له طبعا فولو باك عشان اعرف مين هو يعني، فاهمه؟ اشوف بقى الانستغرام وكده، لقيت مفيش بلد ما راحهاش، مفيش مكان سهر في مصر ما دخلوش، فرج جدا. انت مش فاهمه. حلو ده. ويا ترى بقى بتفكري فيه يعني كعريس وكده؟ اكيد لا، مبدئيا اكيد بيحب الكلاب من كتر ما بيقعد يقول لي اجري كان في كلب بيجري وراكي، واكيد بيربي اسود لانه هي فاهمه من الكلب للاسد يعني. وبعدين از ترينر يعني هيكون بيقبض كام؟ اكيد احنا مش نفس السوشيال ستاندرد. ترينر ايه يا بنتي؟ على فكره الجيم اللي طارق شغال فيه ده بتاعه، بلس ان هو عنده كذا واحد تانيين. ايه ده بجد؟ اه دخل دماغك ها؟ لا يعني معناها انه يعني نفس السوشيال ستاندرد، فممكن نفكر. ده هو بيتصل. استني بقى استني. هاي طارق، انت على السبيكر. يعني ما قلتش كلام حب وكده يعني ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. كلام حب ايه بس؟ وانا اعرفك منين يا ابني؟ اعرفك منين يا ابني؟ ده انا بتحرج قدام حد. مين بقى؟ قدام دينا. دندون المجنون. يا دونزي ازيك يا طارق، عامل ايه؟ اول جود الحمد لله. طيب شوفوا بقى، احنا الثلاثه هنبقى مع بعض بالليل. حد عنده اعتراض؟ ما حدش عنده اعتراض، فانا اقول لكم بقى على البال يا جماعه. بصوا احنا بالليل هنروح مع بعض ان شاء الله. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. Tell 'em, baby, 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 I'm a fireball. مش نروح نقعد بقى؟ ايه؟ انت ما تعبتش؟ لا ما تعبتش. نروح نقعد بقى؟ لا مش هنقعد. انت ايه كل ده من الانتخة يعني؟ انتخة ايه؟ تعبان؟ انا هروح اقعد. Fireball. هاي، ايه الاخبار؟ انت اخبارك ايه؟ معاكي مين؟ معايا لونا وجانا ونادين. ما تهزريش معاكي؟ والله معايا. راجي سلم عليهم. يلا بينا. هروح اسلم عليهم واجي، بس اقعدي معاهم شويه. هو راح فين؟ راح يسلم على ناس صحاب. انت مالك في ايه؟ مالي في ايه؟ ما انا كويس. شكلك متضايق. لا مش متضايقه، انا حلوه اهو. طب مش هتحكي لي على الولد اللي كان عاجبك لما كنا قاعدين ومامي دخلت علينا، فاكره؟ ايوه ايوه. مين؟ ما هو انا يعني دلوقتي مش متاكده منه. طيب ودلوقتي بقى مش متاكده منه اكتر خالص. ايوه بس هو مين؟ قولي لي. ايه؟ مين؟ لا يكون قصدك على طارق؟ ايه ده ايه ده؟ لا طبعا اكيد. لا لا لا، ايه ده ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ متاكده؟ يا بنتي متاكده طبعا. لا طبعا يعني. أوكي. وبعدين هو عاجبك؟ هو عادي لذيذ يعني، عادي. اوكي اوكي، فكي وشك ده. تحفة. انت ليه ما قلتش دينا تيجي معانا؟ لا عادي يعني، ما جاش في بالي ان انا موضوع ام الشام ده الا يعني بعد ما روحناها. اوكي بس انا عايزه تاني 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 بليز. لا طبعا. هو ايه ده؟ ده سبايسي جدا، انت بتهزري؟ ايوه ما انا بحب السبايسي. بليز قول له. يا ريس واحد كمان والنبي. انا بقولش. وليه يا دنيس؟ تعرفي بقى تعمليه في البيت؟ هو ايه ده؟ الراجل بتاع حمص الشام تعرف تعمليه في البيت؟ هيكون ايه؟ مثلا اكيد حمص الشام. انت بتهزر طبعا، اكيد لا. تسلمي بقى. شكرا. تسلمي. طيب قولي لي بقى، انت ايه علاقتك بالمطبخ؟ مفيش علاقة أساسا يعني، وبعدين أشهر الشيفات اللي في العالم رجالة. ما بتحبيش ولا بتعرفيش يا دارين؟ خلينا نعدي الموضوع ده. لا بحب ولا بعرف ولا عايزة أطبخ في حياتي ولا أقف في المطبخ من أصله. تمام؟ إيه؟ أنت كنت عايزة تروحي؟ لا لا أنا مبسوطة. كنت خد الحاجة. أنت عايزة تروحي؟ سيب، أنا مبسوطة. أنت بتأكلني أكتر حاجة بحبها في حياتي. مش صدفة على هي إيه اللي مش صدفة؟ مش صدفة.
يعني انا عارف انك بتحب عمود الشام وحاجات تانية كتيرة. انت عرفت منين ان انا بحب عمود الشام؟ انت بتتجسس عليا؟ على فكرة بقى يعني في حاجات كتير قوي يعني الناس تعرفها عني عشان فيسبوك وانستجرام وكده، بس يعني موضوع حمص الشام ده ولا حتى دينا تعرفه. ما هو انا دارين عرفت من زمان، بس انت مش فاكر. تعرفني من زمان ازاي يعني؟ مش فاهم. طب شويه بس عشان ما يبرد شر. اشربي. لا ما انا مش هشرب غير لما تقولي تعرفني منين. ماشي يا ستي. بصي بقى هقول لك بكره احنا بنفطر مع بعض. لا قولي دلوقتي. لا ما هو انا هقول لك بكره واحنا بنفطر مع بعض عشان اضمن ان انا اشوفك بكره ونفطر مع بعض. ماشي. ايه ده؟ ده بصي مين متصل؟ الاسم ده ما فكرتيش بحد؟ شاهر فؤاد؟ اه طبعا كان معايا في ابتدائي، انا لا يمكن انسى الاسم ده. انت تعرفه منين؟ يعني هو شاهر يبقى صاحب عمر انتيم يعني، بس هو دلوقتي مش قاعد هنا على فكره، قاعد في السعوديه. يا ربي انت مش فاهم الولد ده كان رخم ازاي. هو واحد تاني صاحبه انتيمه بالونه كده نيرد قوي، كنا مسمينه طارق تخت. انت طارق تختخ؟ Oh my God. No way. مفاجأة؟ لا هي مش مفاجأة، هي صدمة. ها الموضوع ضايقك ولا حاجة؟ لا عادي يعني مش حاجة تضايقني، بس يعني أنا بصراحة فاهم مش عارفة أجمع يعني إزاي اللي قاعد قدامي دلوقتي هو طارق تختخ، فاهم؟ هي أكيد حاجة مختلفة. أكيد أكيد. أنا زمان كنت عيل ضايع تخين، عندي الشخصية غلس قوي. ماشي. وانتوا بصراحة ما توسطوش. عارفة كنت بتغلس عليا على طول. يس. وبترخمه، بس يعني اللي حصل ان انا بقيت دلوقتي زي ما انت زي ما انت شايفاني كده. برافو، ام براود. عملنا لك حافز اكيد. اكيد صح. طيب بصي يلا عشان اعمل لك مفاجأة. لا كفاية بقى مفاجآت النهاردة، يعني انا شايفة ان انا لازم اروح بعد المفاجآت الكتير دي. يلا يلا والله مفاجأة حلوة هتعجبك والله. بجد؟ بجد. انت ازاي لسه فاكر اني بحب الخيل؟ كل تفاصيلك كل تفاصيلك يا داري دي، انا عارف انك بتحب الخيل، بتحب الرسم، بتحب حمص الشام، بتكره الورد قوي. يعني عارفه يوم المدرسه رغم كرهك ليا طبعا، بس انا كنت بحبك، كنت بستمتع بده على فكره. فاجئتني والله يا تخت. سوري لو تختك بتضايقك مش هقولها تاني. لا لا عادي، على فكره مش راجل معقد خالص، بالعكس انا حاسس ان انا مبسوط باللي انا وصلت له، يعني شايف انا وصلت from the extreme to the extreme from zero to hero. برافو عليا. برافو جدا على فكره. I'm really proud of you. بس الغريب بقى شويه انه انت لما عرفتني بنفسك انا ما افتكرتكش، يعني غريب. ما انا لما عرفتك بنفسي عرفتك عليا على ان انا طارق عبد الله. ايوه ايام المدرسه كنت بستخدم فاميلي نيم طارق منتصر. ايوه طارق منتصر بالظبط. صح. سؤال بقى بعد الحاجات الظريفه دي وان انت مش عارفه طارق عبد الله من طارق منتصر وتختخ، يعني بامانه مش هزعل، انت مسجلاني ايه على الموبايل يا داري؟ قولي يعني يلا قولي انا هستحمل. طارق جيم. طارق ايه يا حبيبتي؟ طارق جيم. ما هو في طارق وطارق، وهميز ازاي؟ لازم احط تاج يعني زي كده سراج مهمه، فاهم الحاجات دي؟ اه يا عسل، قفشات افلام. اوه اه تمام. لسه بتكرهي الكلاب ها؟ اكتر من الاول بكتير. بصي انا هخليكي ما تكملش تمام، لان انت لو بتحب الكلاب او ليك علاقه بيهم تنسى ان انا موجوده في الحياه وانا همشي حالا دلوقتي. ثانية، مين قال لك بحب الكلاب؟ بكرهش في حياتي قد الكلاب، كنت بحبهم. ثلاث ثواني بكرههم. اوكي احنا جاهزين ولا ايه؟ انا بنضيع دقيقه يا فندم. هيكونوا جاهزين بسرعه بقى بسرعه. يا نهار اسود، ده طارق. ايه ده ازاي كده؟ شفتي مش مصدقه. كان اكتر بني ادم بكرهه في حياتي وانا صغيره، بس عشان تخين وساكت استحليت دمه. مش قادره اتخيل ازاي بقى طارق بتاع دلوقتي. اتنقل من المدرسه بسببي انا واصحابي، كنا بنقعد نتريق عليه كل يوم لحد ما يعيط. كنا بصراحه بنات عايزين الحرق. طيب مش ممكن يكون راجع عشان عايز ينتقم منك مثلا؟ بصراحه لو دي نيته اكيد عنده حق، بس انا مش حاسه كده. يعني انا حاسه ان هو معجب بيا، بيدلعني، بيعمل الحاجات اللي انا بحبها، فاهمه؟ ايوه. طيب
طيب والله كويس، علشان كده بقى ما كنتيش بتردي عليا. ما كانش ينفع ارد عليكي. بصي انا اصلا لما عرفت ان طارق هو طارق تختخ الدنيا لفت بيا، وبعدين كل ما بتكلميني كان هو بيبقى قاعد جنبي، واكيد يعني هبقى عايزه احكي لك كل حاجه. هحكي لك ازاي؟ ينفع؟ طب يعني وانتي ما اتضايقتيش ان ده هو ده؟ يعني بصراحه في الاول يعني اتهزيت كده شويه، انه يعني انا ازاي قاعده مع الواد التخين ده اللي بطلش عياط بتاع زمان. بس بعد كده I was impressed، فاهمه؟ يعني واو، ازاي عرف يغير من نفسه وعنده اراده واشتغل على نفسه جامد قوي، فاهمه؟ امبرسيف. ايه ده؟ ايه ده؟ هو هموت. مركز معايا قوي. طب استني هرد عليك. الو طارق تختخ يتحدث. ازيك يا طارق، اخبارك ايه؟ يلا يلا بينا. فين؟ يلا ننزل الجيم، ما اتمرناش النهارده خالص. وقت هدومك معاكي عشان تاخدي شاور في الجيم، وبعدين هنطلع على حفله مكاوي في روف توب. حفله ان جدا. ايوه بس اصل دينا قاعده معايا ولسه جايه، فيعني طيب تمام، دينا معاكي دي حاجه كويسه يعني، تيجي معانا وش. يلا انا هقفل دلوقتي وهعدي عليكم كمان ساعه. باي. باي. بجد مش مصدقه الصحه اللي انا فيها دي. فراك قوي بس هي سو كيوت قوي. عندك فكره يعني ان احيانا الناس احيانا يعني بتحب تقعد في البيت، فاهم؟ هو ازاي يعني بتقعد في البيت تعمل ايه يعني كده عادي من غير هدف؟ عادي الهبل ده. لا لا مش مساله من غير هدف، مش دي الفكره. يعني بيبقوا تعبانين مش قادرين ينزلوا، اكزاستد يعني كده، فاهم؟ بصراحه يعني يا طارق انت الساحل دارين معاك سحله سودا. البنت اكتف اصلا يعني، وانت بصراحه يعني سوبر هايبر اكتف يعني. وكمان ايه يعني، هي لما تيجي تقول لك مش هنزل انت بتتقمص يعني. انت بصراحه غريب جدا جدا، انا بجد مش فاهمك. يعني هي دلوقتي قفشه مني مثلا؟ لا انا ما اقولش انها قفشه منك ولا حاجه يعني، بس هي يعني مرهقه يعني، محتاجه ترتاح شويه، اكزاستد. فهي عشان كده مش بترد عليك، عشان عارفه ان انت هتزن عليها في موضوع النزول ده. اللي هو انا يعني فارض نفسي عليها؟ لا انا ما قلتش كده. دينا هو انت شايفاني ازاي؟ انا؟ يعني انا رايي فيك حلو قوي يعني. اللي هو ايه؟ يعني ايه حلو قوي؟ يعني اللي هو ايه؟ يعني 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 مثلا يعني ابن ناس كده يعني، حلو يعني، دمك خفيف، مش فيك عيوب كتير، فاهم؟ دينا انا بحب دارين قوي، وانا عندي استعداد ان انا اخد ابويا وامي واروح نتقدم لها. بس المشكلة ان هي انا خايف تكون هي يعني مش حباني زي ما انا بحبها، فاهمة؟ طب لو فعلا طلعت ما مش بتحبك يعني؟ حبيبي مش هستنى. طيب انا ممكن على فكرة احاول اعرف لك بجد؟ لا يعني ما هو لو مش عاجبك خلاص قولي له، لكن ما تعلقيهوش جنبك. وانتي محروقه قوي كده ليه؟ لا على فكره انا مش محروقه خالص، انا كل اللي بقوله لك لو انتي عندك مشكله مع طارق خلاص قولي له ما تعلقهوش بيكي علشان حرام. هو لسه ماليش اي حاجه اصلا، لا قال لي بحبك ولا قال لي معجب بيكي، فما فيش بينا حاجه. ماشي يا ستي، هو بقى يا ستي بيحبك ومعجب بيكي وعايز يجي كمان يتقدم. هو قال لك كده؟ قال لي كده. قال لي كده امتى؟ عادي كنت قاعده معاه النهارده وقال لي. النهارده؟ يعني انتي رحتي قابلتيه من غيري وكمان من ورايا؟ الكلام العبيط ده يا دارين. لا مش كلام عبيط، وانا مش عارفاك يعني لسه من اول امبارح. واضح قوي ان طارق عاجبك، فتمام يا ستي اتفضليه. انت مقتنعه ان دي طريقه كلام لطيفه تتكلمي بيها معايا؟
وانت مقتنعه انه عادي تروحي تقابليه من ورايا من غير ما تقولي لي وانا قاعده في البيت هنا؟ لا على فكره انت متناقضه قوي، لان انت لسه قايله ان مفيش اي حاجه ما بينكم. ده بقى اللي اسمه استهبال، عارفه ليه؟ لان كل حاجه واضحه قدامك من الاول، وانت شايفه قد ايه هو معجب بيا وهيفطس عليا وانا بحاول اديله فرصه، فايه بقى؟ نعمل ايه؟ وانا يعني رحت عملت ايه؟ انا رحت قلت له انه ما اضغطش عليكي في موضوع الخروج ده، وفي نفس الوقت جيت قلت لك ان انا شفته يعني ما خبيتش عليكي. انت من امتى يا دارين بتفكري في التفكير ده؟ وبعدين يعني ما اللي ارتبطتي بيهم وعرفتيهم قبل كده كان عادي، يعني ايه اللي جد؟ انت نظراتك، بصاتك، تعبيرات وشك اللي بتتقلب كل ما يكلمني او يقول لي حاجه كان نفسك تسمعيها، وبعدين انا اصلا ما طلبتش منك تروحي تكلمي معاه ولا تقابليه، بس نعمل ايه بقى؟ ما هتلاكيك. انا بجد مش مصدقه ان انا بسمع منك الكلام ده. لا وانا لسه قاعده في بيتك. لا بجد ميرسي قوي. باي باي. براحتك. انا عملت ايه بس؟ يا دينا يا دينا دينا، واقفه ما اتخرجهاش. من فضلك عديني. مش هينفع يا فندم، حضرتك سامعه اللي بتقولي. لو سمحت عديني. مش هينفع يا فندم، مش هينفع. دارين هاني مواصفه ايه؟ انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه والله، والله اسفه. ارسلي بقى، زعليش مني. I'm sorry. والله قلت كلام ملوش اي لازمه. خلاص بقى، ممكن ما تعيطيش؟ والله ما كان قصدي، صدقيني. على فكرة أنا مش عايزاه، فلو هو عاجبك خلاص خديه، أنا بجد مش عايزاه. يا بنتي ما يلزمنيش، حتى لو هو مش عايزك أنا مش عايزاه. يا بنتي أنا بقول لك من قلبي خديه. مش عايزاه. طب ما هو كده ممكن تيجي واحدة من بره تعوزه وإحنا الاتنين أولى بيه، مش كده؟ فخلاص أنت دوسي. لا فاكس، دوسي أنت، وبعدين هيز نوت ماي تايب أصلاً، وبعدين ما هايبر. وكده كده أنا استحيل أبص يعني لواحد ممكن يبقى في يوم من الأيام جوز أختي. على فكرة أنا نفس الحكاية. بس هو بيحبك انت وعايز يتقدم لك انت. ايوه بس هو فراج هبل. شفتي؟ بقيت بقول الكلمه بتاعته. ما تضحكيش. حاسه ان هو عنده كهربا زياده. سوبر هايبر اكتف، هيجنني. اتفضلي. مسج اهي. بفكرك بكره ميعاد البلازما بتاعت وشك الساعه 11. انا كنت حاجز لك الميعاد ده الاسبوع اللي فات وقلت لي اوكي. سما. طب والله غلبان قوي. يا بنتي ده لو طلعت لي فسفوسه هنا هيقول لي حطي عليها الكريم ده عشان تروح بسرعه. متعب قوي فراق. هو انت مش كان سيف ده مشكلتك معاه ان هو ما بيهتمش باي حاجه تخصك؟ ايوه بس this is too much. طب لو ده دي فول فين نقول له يقلله. طب والبنات الكتير اللي حواليه نفجرهم. وبعدين انت ممكن تقعدي معاه وتتكلمي وتفهمي ايه طبيعه العلاقه اللي ما بينهم. انت ما ردتيش عليه من الصبح، عيب كده يا دوسي. طب بقول لك ايه؟ انت كلميه وقولي له يهدى عليا شويه، دي اول حاجه. ماشي. ولو هو فعلا يعني بيحبني وعايز يتقدم لي زي ما انت قلتي يبقى قولي له يتفضل يجي عشان انا مش بتاعت صحوبيه، ولو مش عايز يبقى احسن عشان انا خلاص تعبت من السحله اللي انا فيها دي. صح. وهنفجرهم برضه. كلهم. مبروك. ربنا يتمم، ربنا يخليك يا رب. مبروك. مبروك. اهلا وسهلا، اتفضلوا في الصالون. واتخطب. الو سابين، ايه يا روحي عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه رجعتي من الجونه ولا لسه؟ سابين اوعي تكوني بوظتي في الجونه يا سابين. يا ولاد اللذينه انتوا متفقين عليا؟ لا اصل لقيت كارما على وشي. طب استني استني دخل معايا كونفرنس. استني كوكي. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ تعرفي مين معايا الويتنج اصلا؟ سابين. ها؟ لسه كنت بقولها دلوقتي. طب استني ادخلها كونفرنس. ايه يا بنات؟ انتوا وحشيني هبل. انت اللهبل بقى.
طارق عايزك. ها بعدين اقفل المكالمة دي، اقفلها. ثانية واحدة خليكوا معايا معلش. ايه يا حبيبتي في ايه؟ اقفل المكالمة دي. حاضر. طيب اتفضل. طيب 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 اتفضل. طب يا بنات هجرى جوه دلوقتي ماشي؟ طيب ماشي يلا باي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ والله هو انت ازاي متخيل انه عادي يعني انا اتكلم بنات كلهم وتقول لهم يا حبيبتي ويا روحي ويا سابين؟ ايه؟ ده نفس الكلام اللي انت بتقوله لي. ما ينفعش على فكرة، عشان أنا دارين، أنا مش أي حد، I'm very special، ما ينفعش تعملني زي زيهم، تمام؟ ماشي، ماشي، إيه طيب، إيه. على فكرة هو أنا أي واحدة بكلمها فيهم هي عارفة كويس قوي إن أنا بقولها حبيبتي يا روحي الكلام ده، It's just in the friend zone، أوكي؟ حتى يعني الجديد اللي أنت تعرفهوش كل واحدة فيهم في حياتها واحد. إيه بقى اللي حصل فيه مالك؟ اللي حصل إن أنا ما يناسبنيش الكلام ده. لأن أي واحد بيقول لواحدة يا حبيبتي ويا روحي بتفتكر إن الراجل ده يخصها. تمام؟ وانا خطيبي ما ينفعش يخص حد غيري، اوكي؟ مش هو انا مش حاسس ان الكلام ده صح، بس انت مش حاسس انت اوفر شويه؟ انت زي الفل. انا اسف، انا مش هعمل الموضوع ده تاني. لو ده هيضايقك مش هعمله، اوكي؟ اه بيضايقني بقى على فكره. وبعدين ايه كم البنات اللي انت تعرفهم على السوشيال ميديا دول كلهم عامل لهم فولو وعامل لك فولو باك؟ ازاي يعني؟ يعني ايه المشكله؟ انا مش فاهم ايه المشكله. تعرفهم كلهم واحده واحده؟ اكيد ما اعرفهمش كلهم واحده واحده. ايفن اف ان انا اعرفهم كلهم واحده واحده، في ايه؟ ايه المشكله؟ هو انت تعملي فولو لحد ما تعرفوش ليه؟ انا مش هقول لك هنوصل للستوريز، بتعملي له فولو ليه من الاصل؟ رحتي فين؟ لا انا معاك ماشي. بص يا طارق، اول حاجه انا اقول لك يعني انا ما يناسبنيش اللي بيحصل ده، تمام؟ لا يناسبني كل اللي بيحصل على الاكونت بتاعك بتاع السوشيال ميديا ده خالص، ولا يناسبني كل البنات اللي انت حاططهم في الفريند زون وبتقول عليهم صحابك، تمام؟ كل الحاجات دي انا ما تلزمنيش. فاين؟ قلت ايه؟ في ايه؟ يعني قلت ايه دي؟ في ايه بقى؟ يا انا يا صحابك، تمام؟ انا مش كل واحد يجي يتقدم لك احط ايدي في ايده واقول له اهلا وسهلا اتفضل في الصالون، بعد كده اقعد معاه املي عليه شروطك، كده كتير، كده ما ينفعش. هو في ايه؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ مين منهم كان ممكن اتجوزه؟ اللي فضل كلبه عليا؟ ولا المريض النفسي اللي بيخاف يركب طياره؟ حتى سيف يعني ينفع اتجوز راجل شكاك عايز يقعدني في البيت ويخنقني؟ حبيبتي بس كل الاسباب اللي بتقوليها دي يعني مش عارفه اقول لك ايه. ايه المشكله انه نشيط شويه بعدين يهدى؟ وبعدين حكايه صاحباته البنات دي اعرفيهم الاول، جايز بنات كويسين، انت طول عمرك عندك صحاب. كان غلط يا ماما، انا اكتشفت انه كان غلط. طالما هو عايز يبقى معايا يبقى انا وبس هكون في حياته، وكل صحباته البنات اصلا كل واحده فيهم فاكره ان ليها فيه زي ما انا ليا فيه بالظبط. اصلا ما ينفعش، وانا اقبل بكده ليه؟ بص يا بابي، حضرتك تكلمه وتجيبه وتقول له على شروطي كلها، والله قابل بيها تمام، مش قابل خلاص مع السلامه. بعدين هو الخسران يعني، اكيد يعني هو الخسران، صح ولا لا؟ صح. خير يا عمر. هو في الحقيقه يا ابني بنتي حكت لي على اخر خناقه حصلت لي. في الواقع هي متضايقة جدا جدا. هي اللي متضايقة؟ على فكرة أنكل أنا اللي متضايق ومتضايق جدا كمان. يا أنكل آخر فترة دارين بتعامل معايا على إن أنا موظف شغال عندها. يعني طب ده يرضي حضرتك بذمتك؟ لا ما يرضينيش طبعا. وغير مسموح بالمرة وغير مقبول. بس هو بنتي ليها شروط لاستمرار الخطوبة. مثلا موضوع ثانية واحدة بس. أنا آسف طبعا لقيت كلام حضرتك يعني. يعني ليه حضرتك استخدمت كلمة شروط بالذات؟ نعم. ليه حضرتك استخدمت كلمة شروط؟ اه لأنه يعني لأنه لو مش هتقبل بكل شروطي يبقى أنت مش عايز تكمل. قلت إيه؟ أنا موافق على كل شروطك من غير ما أعرف هي إيه. أيوه بس يعني مش تسمع شروطي الأول؟ أنا هسمع
وهقبل بكل شروطك عشان انا عايز اكمل معاكي، بس قدام ده انت كمان لازم تقبلي بشروطي. كلام منطقي جدا. هو ايه ده اللي كلام منطقي يا بابا؟ هو اصلا ما كانش له شروط قبل كده، يعني انا لما بقى عندي شروط يبقى هو كمان عنده شروط، فتبقى واحده قصاد واحده. على فكره بقى ده شغل عيال وشغل واحد مش عايز يكمل. انت يا طارق كان ليك شروط قبل كده؟ صح. على فكره يا انكل انا قبل كده ما كانش ليا اي شروط على دارين، بس ده لان انا كنت بتعامل معاكي على ان انت بني ادم ليكي عيوب وليكي مميزات، وانا يا ستي قبلك بعيوبك قبل مميزاتك. واللي انا عارفه كمان ان اي اتفاق ما بين اتنين بيبقى قايم على العدل، يا اما ساعتها هيبقى في حد جاي على التاني بيلوي دراعه، يعني ماسكه من ايده اللي بتوجعه. انا ده مش هيحصل معايا خالص. تمام، خلصت كلامك. محاضرة طويلة بصراحة، مش قادرة رغي. يعني هتقبل بشروطي ولا لا؟ يا ستي هقبل بشروطك لما تقبلي بشروطي. يعني انا مثلا مش عايز يبقى عندك فريندز ولاد تاني، مش عايز ناس غريبة يعملوا لك فولو على انستجرام وتعملي لهم فولو باك، عايزك تقفي في المطبخ زيك زي اي بنت، وحاجات تانية كتير انا مش عايز اتكلم عنها. انت مش ملاك يا دارين. اكيد انا مش ملاك، يعني اكيد. والاكيد برضو ان انت اللي جريت ورايا، وان انت عملت مجهود كبير قوي وجبار عشان هتفطس وتبقى معايا وتبقى خطيبي وخطبتني، صح؟ مش بقى لما يبقى انا عندي شروط يبقى انت كمان بقى تعمل زيي وتبقى واحده قصاد واحده. ده مش طريقه واحد عايز يكمل. I'm very sorry. انا مش هقبل باي شروط ليك يا طارق. اوكي. انا شايف كده ان المناقشه خرجت عن الهدف بتاعها يا اولاد. بالعكس يا ممكن، انا شايف ان الموضوع كده وصل نقطه مهمه جدا، هي ان دارين شايفاني مليان عيوب وانها مش تقدر تكمل معايا الا لو وافقت بشروطها وتعليماتها. لا وكمان ما ينفعش اقول اي ملاحظات، بس اللي انا عارفه بقى ان الجواز والحب لازم يكون فيه تضحيات، يعني حبه منك على حبه مني الدنيا تمشي. بس واضح ان دارين بتفكر في حته تانيه خالص، ان انا ما وافقتش على كل حاجه هي عايزاها يبقى بلاش. بلاش. أحسن. وكويس إنها جت منك. أنا آسف جدا يا أنكل على اللي حصل، يعني أنا كنت أتمنى إن إحنا نكمل ونبقى عيلة واحدة، وأنا أتشرف بحضرتك طبعا. بس يعني حياتك اكيد برضه لو كنت مكاني ما كنتش هتقبل باللي حصل ده ولا ايه؟ متشكر يا دول يستاهل دفرك، وكلهم هيعرفوا قيمتك بعدين. كفاية بقى يا نريمان، كفاينا من الكلام ده، كفاية يا نريمان. احنا اللي غلط، انا وانت بالذات اللي غلط. لا يا رؤوف مش مظبوط، كل واحد دخل البيت ده كان لازم يخرج منه من غير دارين، ولا واحد فيهم يستحقها. الغلط مش علينا، الغلط على اني مش عارف قيمة بنتي. يعني كلهم غلط وبنتنا هي اللي صح؟ ايوه، انت ربيتني على كده. احترم نفسي واعرف قيمتي كويس. انت ومامي ربيتوني على كده، دلوقتي جيت تقولي ان انا اللي غلط؟ ايوه غلط. غلط يا دارين. طارق عمل ايه؟ غلط في ايه؟ يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، انت بتضيع عليكي فرص هتندمي عليها بعدين. ويكون في علمك بقى انا مش هحط ايدي في ايد اي حد الا اذا كان هيتجوزك فعلا. كفايه بقى، والله زهقت. كل شوية أهلا أهلا وسهلا اتفضلوا في الصالون، أهلا أهلا وسهلا اتفضلوا في الصالون. بطلوا عبط وسذاجة بقى. من سن 18 لحد 35 وأنا بتنك على خلق الله، ومحددة هدفي وراسي وألف سيف ما غيره. عايزة رقة عمر الشريف على صوت محمود ياسين.
على شقاوة أحمد رمزي على رجولة رشدي أباظة، يا كده يا مش عايزة حاجة. عمرك شفتي كده؟ هو أصلاً مفيش كده. لا في، بس مش كلهم بيجوا مرة واحدة. مرة تيجي رقة عمر الشريف على رجولة رشدي أباظة، مرة تيجي شقاوة أحمد رمزي على صوت محمود ياسين. بس لازم حاجة تفلت وأقول لنفسي أنا لسه صغيرة واستنى. واستنيت زي المثل اللي بيقول كده، اتقل عشان تاخد حاجة نظيفة، صح؟ هو في مثل كده؟ في، بس يعني مش دي المشكلة. وبعدين إيه اللي حصل؟ لحد ما جالي الراجل اللي فيه كل المواصفات دي بس شخصيته أوحش شخصية. طبعاً ما خدتوش، واكتشفت المقلب اللي أنا عملته في نفسي. جاتلي فرص كتير وأنا ضيعتها عليا، وأديني زي ما أنتي شايفاني عايش لوحدي وموت لوحدي. بعد الشر عليك يا خالته، ما تقوليش كده. طب أنا عايزة أسألك سؤال، لو الزمن رجع بيكي تاني لورا هتختاري مين فيهم؟ أي واحد فيهم، أي واحد، كلهم كانوا كويسين. بس أنا اللي كنت عمية عرفت بقى خيبتي اللي أنا مش عايزاك تخيبيها. بصراحة يا خالته أنا ثقتي في نفسي اتهزت قوي. ولسه هتتهز أكتر من كده، وهتبقى ميح. هتبصي لنفسك في المراية وهتلاقي نفسك بقيتي قرد. يعني أكيد مش درجة قرد؟ لا للدرجة دي، لأن كل ما بنكبر فرصنا في الحياة بتقل، والمعروض علينا مستوى بيقل، لأن الحلو منه تشال وإحنا قاعدين ننقي ونتنك. هو أنت ليه محسساني أنك بتتكلمي على فستان أو شنطة؟ مش فارقة، فستان، شنطة، راجل، كل دول بيخشوا تحت بند الفرص. يا بنستغل الفرصة يا بنضيعها. دارين، الحقي نفسك قبل ما كل الفرص تضيع منك وتبقي في سني خايفة تموتي ومحدش يحس بيكي. ازيك؟ ازيك؟ اتفضل. Thank you. ازيك يا سعيد؟ اهلا طارق بيه، ازي حضرتك؟ استاذة دارين هنا؟ لا والله هي مش موجودة، هي تقريبا كده راحت كلوب هاوس لأنها لسه ماشية من هنا. ماشي. تمرني بحاجة حضرتك؟ أنا كمان فسخت خطوبتي من فترة. بس انت صحيح شكلك زي ما انت، ما اتغيرتيش خالص. وانت كمان شكلك ما اتغيرتش خالص. عارفه ان انا لمحت عربيتك النهارده قريب من البيت عندي؟ بجد؟ ما خدتش بالي ان انا عديت من عند بيتك، سوري. عارفه يا دارين، كنت دايما بحس ان في وقت ما بعد، يعني بعد ما حصل اللي حصل، ان احنا هنبقى اصحاب. فكره كانت بتجيلي دايما وبتجيلي لغايه دلوقتي. مش عارفه يعني، ساعات يعني مش ساعات، بحس ان اي اتنين كان في بينهم حاجه يعني مخطوبين او حتى متجوزين صعب قوي يبقوا فريندز تاني. يعني مع اني بحترم الصداقه جدا وبحترمك جدا، بس يعني بحس انه صعب. لسه دماغك ناشفه. لا مش قوي والله، اتغيرت والله. طيب لو اتغيرتي يبقى لازم تدي لكل حاجه فرصه تانيه، ومش لازم يبقى عندك افكار ثابته عن الحياه وعلى الناس. ده لو اتغيرتي فعلا يعني. عندك حق، أنا فعلاً ابتديت أعمل كده حقيقي. صحيح قولي، أخبار كلبك إيه؟ روميو صح؟ روميو مات من 8 شهور تقريباً. I'm sorry. أكيد اتضايقت أوي. كنت عارف أنا بحبه قد إيه. طب عملت إيه يعني؟ جبت كلب تاني؟ لا طبعاً، أنا عمري ما هحط نفسي في الموقف ده تاني أبداً. بعدين بصراحة روميو ما اتعوضش. طبعا طبعا. وعلى فكره كمان البني ادمين ما بيتعوضوش ولا ايه؟
عندك حق، ادينا بنتعلم. المهم انا مبسوط اني شفتك النهارده قوي بجد. وانا كمان، كان بقالنا كتير فعلا، سنة ونص. خطبت كم مرة؟ انا تقريبا مرتين بس حد ما كنتهم؟ لا انا قلت لك قبل كده طالما مش بحب مش بخون. مش مصدقة موتو اوف لايف، طالما مش بحب مش هخون. مش بخون. طيب لو كده بجد بقى خليني اعرفك على صاحبتي، احنا ان شاء الله كده ماشيين في مشروع خطوبه واسم لك. جود لك. دارين هانم، دارين هانم، كنت عايز اقول حاجه على حاجه بس بعدين. بعدين بعدين انا مالي. اكيد راح لها وشافها. هو ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ معقولة اول ما اعرف ان ادهم جاي هنا النهاردة اجي كده على طول؟ مش فاهمة انا بعمل في نفسي كده ليه؟ شكلي خفت من كلام خالته. دارين فوقي لنفسك، انتي دارين البالي. انا همشي. ازيك يا دارين؟ ازيك يا ادهم؟ ممكن اقعد شوية؟ طبعا اتفضل. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، طمنيني عليكي، سمعت انك اتخطبتي وفسختي وبين رجعتي اتخطبتي تاني. وفسخت تاني. ايه طلعوا كلهم برضو بيخافوا من الطيارات؟ لا ما هو طلع مرض مش منتشر قوي يعني. تخيلي بقى طلع منتشر جدا بس حلوله طلعت سهله قوي. اوكي ودي انت عرفتها ازاي بقى؟ دارينا انا لسه راجعه من كندا، سافر ان شاء الله اخر الشهر على المانيا. طلع معاكي حد؟ الطيران ده حاجة جميلة جدا. أفهم من كده إن خلاص ما بقاش عندك فوبيا من السفر ولا الطيران؟ بقولك ما بوترش طيران. مش عارفة ليه حاسة من كلامك يعني إنك بتحاول تغيظني. على فكرة أنت عملت الحاجة اللي أنا كان نفسي تعملها واللي أنا طلبتها منك. أنا ما عملتهاش عشان أنت طلبتيها مني، أنا عملتها عشان نفسي. ما هو مش طبيعي برضو رجل أعمال وعنده سفر كتير جدا ما يعرفش يركب طيارة. إكزاكتلي. Good for you. طيب انا همشي بقى. تمام دارين، ممكن نتكلم شويه؟ طبعا ممكن. دارين انت طبعا عارفه اني انا حبيتك قوي قوي، وكنت مستعد اتنازل عن اي حاجه واغير اي حاجه في حياتي لمجرد اني ابقى معاكي. وللاسف لما الراجل يوصل للمرحله دي فجأة يكتشف ان البنت اللي هو بيحبها ممكن تبيعه في ثانية ولا أدفع سبب، بحس بالخسارة والكسرة، وأنا ما بحبش الخسارة. واضح إنك فهمت غلط، لأن أنا ما كنتش بايعاك ولا حاجة. أنا بس كنت بحاول أضغط عليك عشان تعالج. تخيلي فكرت في الاحتمال ده بس اكتشفت انه اوحش بكتير من الاحتمال الاولاني. مفيش اوحش من انك تكتشفي ان البنت او الشخص اللي انت بتحبيه بيستغل ضعفك وحبه ليكي عشان توصلي لحاجه تريحك انت. الحب عمره ما كانش كده. الحب ما بيتبنيش على انانيه، بالعكس الحب بيتبني على حاجات زي التنازلات، الحلول الوسط. هو ده الحب اللي انا عارفه. ايوه بس انت كمان ما تمسكتش بيا، يعني كان ممكن تقولي هحاول. اكنك ما صدقت. الموضوع جه على كرامتك قوي يعني، والحب برضه ما فيهوش كرامه. لا لا انت اخر واحده تقولي كلمه زي دي. يا سلام. ده حتى طالع منك فيك على فكره. طبعا الحب فيه كرامه، بس الكرامه اللي ما بتطلبش، الكرامة بتتفرد. يعني كل واحد بيسؤول الكرامة بتاعت الشخص اللي قدامه من غير ما التاني يطلبها. هو ده الحب. واضح قوي انك اتبسطت لما شفتني النهارده.
عشان تديني المحاضره اللي ما لحقتش تديها لي لما فسخت الخطوبه مع بابا. صح؟ لا مش صح. لا صح. نيرين مش قصدي، انت بس صعبان عليا، صعبان عليا انك حاسه ان الكون كله لازم يمشي زي ما انت عايزه، وده ما بيحصلش. احب اقول لك ان الدنيا دي فيها بني ادمين ثاني غيرك، وللاسف انت ما طلعتيش مركز الكون. على اذنك. امبارح عملت زي ما انت قلتي لي ورحت زي العبيطه ورا ادهم، متخيله بقى ان هو هيقول لي السيناريو بقى اللي انا رسمته في دماغي، ها؟ يشوفني فينبهر وانا لابسه فستان تحفه، يقول لي ازيك يا دي وحشتيني، يقول له وانت كمان، يقول لي يلا نرجع، وانا اقول له انا اسفه جدا ان انا كنت سخيفه في موضوع السفر، انا غلطانه. يطلع ايه بقى؟ البيه طلع اتعالج وبيسافر وبيجي وبيروح وما كانش طايق يبص في وشي. يبقى اكيد في واحده ثانيه في حياته، وبرده انت كنتي مزوداها معايا دارين. او اتس تو ليت. على فكره لا، انا اكتشفت امبارح ان انا اللي كنت صح. ادهم يعني مش الراجل الطيب الرومانسي اللي ما حصلش، اللي انا المفروض اندم عليه. على فكره هو زيه زي كل الرجاله قابلتهم في حياتي. ايوه كل واحد فيهم عايز يفرض عليا نظامه وطريقه حياته، بس كل واحد فيهم كان ليه سكه، يا اما امشي على كيفهم يا اما بلاش. فعلى فكره بقى اصلا بلاش، انا اصلا مش عايزه. انت متاكده ان دي بنتك مش بنتي؟ دي بتقول نفس الكلام اللي انا كنت بقوله، دي اكنها متقشره من عليا. يا فرحتي بصي، هي اكيد مش مقتنعه بالكلام اللي هي بتقوله، هي بس بتهرب من فشلها. انا وهي كده ما بنحبش نحس ان احنا فشله. طول عمري بلومك وبقول لك انك غلط، وفي الاخر طلعت بنتي نسخه منك. احنا نسيبنا من اللي فات، ايه رايك تكلمي الضابط اللي كان بيشتغل معاكي؟ ده اكتر واحد مشكلته ممكن تتحل. يعني ايه غيره ومش غيره؟ كلميه واكنك بتسالي عليه. بس يا دارين بس، انت مش عارفه حاجه. ايه؟ البي بعت لي دعاوي، قال بيعزمنا على خطوبته. قال ده انا مخبيه منها عشان ما تشوفهاش. لا كده يبقى تولد فعلا. انا عمري ما حلمت بالجواز نفسه كفكره، انا كنت بحلم بحياه بسعاده، كنت بحلم بانسان يحبني واحبه، يبقى عايز يفرحني فانا كمان ابقى عايزه افرحه، يقدرني، يعرف قيمتي، يعرف اني طول عمري محافظه على نفسي، وان هو هيبقى اول انسان في حياتي واول انسان يقربني. الجواز بالنسبه لي هو الاطار المحترم المقبول، مقبول في الارض والسماء، ان اعيش حياتي بحب وبتحب. مش طلب صعب يعني، بس يظهر ان الحلم ده لازم ابطل احلامه بقى لحد ما يجي الشخص اللي يعرف قيمتي، راجل يعرف يحب ويعرف يخليني احبه. أنا دارين، أنا اللي كنت فاكرة إني مركز الكون، وإن العالم ده كله لازم أشوفه بيدور حواليا، والنتيجة حياتي بقت سلسلة من الفشل يوم بعد يوم، تجربة ورا التانية، ما كنتش بتعلم. ولما تعلمت اكتشفت انه كان متأخر قوي، اكتشفت اني بقيت لوحدي.